يبقى النهاردة هنكمل إن شاء الله في Chapter 5 في CPU Scheduling. CPU Scheduling فيه 2 types. الـ Non-Primitive Scheduling و الـ Primitive Scheduling. الـ Non-Primitive Scheduling. Once the process takes the processor, it will keep the processor until the process terminates or needs input, out, input output. في الـ Primitive Scheduling الـ Process will be forced to leave the processor. في حالتين. يا اما تبقى في running وتدخل الready ستيت فلازم اعمل الـ scheduling او من الويتنج waiting الى الready اللي هي الكيس case 2 ونمبر و وقلنا ال dispatcher module هو اللي هينفذ اللي بيقوله او ال scheduling decision اللي اخده السي CPU scheduler. سكيدجولر scheduling criteria اللي احنا هناخدها اللي هنحاول نحققها في ال different CPU scheduling algorithms ايه هي؟ أول حاجة الـ CPU utilization اللي هي الـ percentage of time اللي بتكون فيه CPU busy المفروض إن أنا أعمل إيه؟ keep the CPU as busy as possible يبقى لازم أعمل maximization to CPU utilization الـ throughput مقصود بيها number of processes that completes their execution per unit time per time unit في الحالة دي المفروض إن أنا أعمل maximization للـ throughput أشوف كم process هتخلص الـ execution بتاعها. The turnaround time, the amount of time to execute some process. amount of time اللي هخلص في execution of the process لماجي أحسبها اللي هو ال difference between the departure time minus the arrival time المفروض إن أنا أعمل minimization لل turnaround time ال waiting time مقصود بال amount of time the process has been waiting in the ready queue the process standing في the ready queue the response time ال amount of time it takes من أول ما ال process ما يحصل فيه request was submitted until the first response is produced. The first response not complete output ده بيبقى مهم في حالة الـ time sharing environment ولازم أعمل minimization للـ response time. يبقى المطلوب مني to maximize CPU utilization, to maximize throughput, minimize turnaround time, minimize waiting time and minimize response time. مايا اتفضلي. كنت عايزة أسأل بس الفيرست ريسبونس ده يعني اللي هو معناه ايه بالظبط؟ يعني اول ما مش لازم اطلع كومبليت اوتبوت من البروسيس لكن اول ما تبتدي البروسيس تبقى انتراكتف مع اليوزر يبقى على طول هو ده الفيرست ريسبونس بتاعها لازم يكون ده المينيمم تايم لان انا بعمل ايه انتراكتف سكيدجولينج لازم يكون في انتراكشن ما بين اليوزر وما بين البروسيس ذا فيرست ريسبونس لازم يكون سريع جدا عشان كده انا مثلا في الجوريثم زي الراوند روبن لازم اخلي كل بروسيس تاخد وقت على البروسيسور واتنقل لانذر إيه بروسيس يبقى باستمرار اليوزر عم قادر يعمل ايه انتراكشن مع البروسيس يبقى شايف كاما لو كانوا كلهم شغال اكتشولي راننج لكن في الحقيقه هو ايه واحد بروسيس واحده بس اللي واخده البروسيسور فانا يهمني ان انا ابتدي اخد ريسبونس من البروسيس اوكي okay, مايا تمام okay. احنا دلوقتي هناخد فور ديفرنت الجوريثمز هناخد الفيرست كام first سيرت هناخد الراوند روبن هناخد الشورتست جوب فيرست وهناخد priority scheduling كل الجوريثم منهم هنبتدي نشوف باي اكزامبل ازاي انا ممكن اعمل سكيدجولنج لسيت اوف بروسيسز وازاي كل واحده فيهم هتاخد تايم ازاي على البروسيسور ركزوا وانا بقول بشرح ازاي الالجوريثم ده بيتنفس انا هشرحه باي اكزامبل لكن هيبقى مطلوب منكم في اخر المحاضره ان شاء الله هيقول لكم ان هتاخدوا اسايمنت انت اللي تعمل امبلمنتيشن للالجوريثمز دي عشان كده ركز قوي في الكلام اللي بنقوله احنا هنشرحه باي اكزامبل لكن مش هتديك الالجوريثم نفسه مكتوب ازاي انت هتعمل امبلمنتيشن للالجوريثمز دي فركزوا احنا بايه مع بعض اول الجوريثم بتاعنا اسمه الفيرست كم فيرست سيرفد الجوريثم Scheduling الجوريثم في الالجوريثم ده ready كيو بيبقى بروسيسز بتبقى مترتبه في الريدي كيو بحيث ان هو الفيرست بروسيس تو كام هي اللي موجوده ات ذا هيد اوف ذا كيو ومترتبين بعد كده على حسب الفيرست كام فيرست سيرت لو فاكرين احنا قايلين ان كل كيو بيبقى لازم لو كيو هيدر الهيد اوف ذا كيو بتشاور على الفيرست بروسيس والتأيل بتشاور على اخر بروسيس في الكيو بالنسبة لـ First Come First Served، لو هو عايز يختار دايماً الـ process اللي موجودة أو الـ first come process هي دي اللي موجودة at the head of the queue، يبقى هي select أو هي schedule الـ process اللي موجودة at the head of the queue. ناخد example كده ونشوف الـ example ده إزاي هيوزع في الـ time الـ processor time على الـ different processes. عندي هنا 3 processes P1, P2, P3 ومديني الـ burst time كلمة burst time مقصود بها CPU burst time أو الـ time اللي محتاجة الـ process على الـ processor أيلني الـ process 1 24 time unit وليكن مثلا ملي سكند 24 ملي سكند P2 3 ملي و P3 3 ملي سكند وقال suppose that the processes arrive in the order P1, P2, P3 علشان أقدر أعمل scheduling أو أبين إزاي كل process هتاخد تايم على البروسيسور، هرسم على لاين timeline chart بتوضح لي كل process هتاخد وقت قد إيه على البروسيسور، التشارت chart دي بنسميها Gantt chart. هبتدي أنا واخداهم بالترتيب 1، 2، 3 يبقى أول process هتشتغل هي process 1 هتشتغل من 0 لغاية 24، يبقى p1 هتشتغل for 24 millisecond. بعد كده الـ second process to come. اللي هي process 3 هتشتغل من 24 ل 27 محتاجة 3 ميلي سكند آخر Process P3 محتاجة 3 ميلي سكند يبقى هتشتغل من 27 إلى 30. المطلوب مني إن أنا أحسب Average Waiting Time. هحسب ال-Waiting Time of Process 1. Process 1 Arrived at Time 0 و-Started at Time 0 يبقى ال-Waiting Time بتاعها 0. Process 2 Arrived at Time 0 و-Started at Time 24 يبقى ال-Waiting Time بتاعها هيكون 24. process 3 arrived at 0 و started at 27 يبقى ال waiting time بتاعها 27 وبعد كده هحسب ال average waiting time ممكن يطلب مني في المسألة يا إما أحسب ال waiting time أو ال turn around time وبرضو أحسب ال average turn around time بعرف ال turn around time على إنه ال difference between ال departure time minus ال arrival time يعني هي خلصت execution إمتى؟ يعني لو أنا عايز أحسب turn around time في process 1، هشوف هي خلصت إمتى؟ هي خلصت 24، وهي arrived كانت at time 0، يبقى turn around time بتاعها 24. Process 2 كانت خلصت execution at 27، وهي arrived at 0، يبقى turn around time بتاعها 27. Process 3 كانت خلصت at 30، وهي كانت وصلت at 0، يبقى الـ turn around time بتاعها 30، يبقى معنى كده ان أنا بعد ما حسبت الـ Turn Around Time اقدر اجيب الـ Average Turn Around Time يبقى هنا دلوقتي على حسب الـ Arrival بتاع الـ Process انا رتبتهم في الـ Queue وممكن احسب ايه؟ احسب الـ Average Waiting Time او الـ Average Turn Around Time طب لو فرض عندي ان الـ Processes دي arrive in the order P2 P3 P1 وليهم نفس الـ Time dispersed time اللي محتاجينه يعني P1 كانت محتاجة 24 وثانية 3 و 3 بس هم arrived in the order P2, P3, P1 وجي قال لي ارسم الجانت chart واحسب لي الـ average waiting time أول process هتشتغل هي أول واحدة arrived وهتبقى هي موجودة at the head of the queue يبقى أول process هي process 2 process 2 محتاجة 3 مللي يبقى هتشتغل من 0 إلى 3 بعد كده P3 هتبقى second process اللي موجودة في الكيو هتبقى موجودة بتحتاج 3 مللي سكند هتشتغل من 3 ل 6 then process P1 محتاجة 24 يبقى هتشتغل من 6 إلى 30 محتاجة 24 مللي سكند هتشتغل في 30 في الحالتين سواء كان الترتيب بتاعهم 2 3 1 أو الترتيب الأولاني اللي هو كان 1 2 3 برضو خلصوا at time 30 لكن هيختلف في إيه؟ هيختلف في الأفريج ويتنج تايم لو أنا حسبت هنا الـ waiting time of process 2 هي arrived ات 0 و started at 0 يبقى الـ waiting time of process 2 كان كام 0 بالنسبة ال P3 arrived ات 0 و started 3 يبقى الـ waiting time بتاعها 3 بالنسبة ال P1 arrived ات 0 و started 6 يبقى الـ waiting time بتاعها 6 يبقى الافريج average waiting time لو حسبته هيطلع 3 millisecond بينما في الكيس الأولانية كان 17 معنى كده إن أنا الافريج average waiting time هيقل لو أنا خليت the short process قبل the long process لكن لو كان الكيس بتاعتنا يعني عديني much better than previous case لما كان the short process بتحصلها running قبل the long process الكيس اللي فيها the short process بتيجي بعد the long process بسميها convoy effect كلمة convoy effect يعني ايه يعني the short process behind the long process طب ايه الاكزامبل ان في شورت بروسس تيجي بعد اللونج بروسس الشورت بروسس مثلا اللي هي محتاجه شورت تايم على البروسيسور دي لو كانت انبوت اوتبوت باوند بروسس اللونج بروسس اللي هي بتحتاج لونج تايم على البروسيسور بسميها سي بي يو باوند بروسس فلو كان عندي 1 سي بي يو باوند بروسس وميني انبوت اوتبوت باوند بروسيسز في الحاله دي الانبوت السي بي يو باوند هتاخد البروسيسور وتحتفظ بيه لمده طويله وتاخر الـ input of the bind processes وبالتالي هتقلل الـ average waiting time هتزود الـ average waiting time يبقى الأحسن اللي يديني minimum average waiting time إن أنا أخلي الشورت short process تيجي قبل الـ long process يعني معنى كده إن أنا لو قدرت أغير الترتيب بتاعها بحيث إن الشورت short process تبقى بتشتغل قبل الـ long process في الحالة دي هعمل إيه؟ هيطلع لي إن الـ average waiting time هيبقى improved أو هيبقى أحسن من الكيس الأولاني لكن انا في الفيرست first come first served انا لازم ارتب الريدي ready بحيث ان انا على حسب ترتيب دخولهم في السيستم او حسب ترتيب دخولهم في الميموري هبتدي ارتبهم الـ come first served على كودنج الترتيب بتاعهم في الريدي ready واضح يا باشمهندسين؟ عمر اتفضل <applause> الشورت بروسيس يا دكتور اتفضل عمر عمر نادر ممكن حساب التيرن اراوند تايم تاني هنا انا كاتبه الويتنج تايم تعالوا نحسب التيرن اراوند تايم التيرن اراوند تايم باي ديفينيشن هو الدفرنس ما بين الديبارتشر تايم ماينس الارايفل تايم هنا في الاكزامبل ده هما كلهم ارايفد ات زيرو يبقى على حسب هي خلصت execution متى departure مقصود بيه خلصت system امتى خلصت execution امتى process 1 خلصت عمل departure at 24 وكانت arrived at 0 يبقى turn around time بتاعها كام 24 process 2 خلصت execution at 27 لكن arrived at 0 يبقى turn around بتاعها 27 process 3 خلصت execution at 30 وهي كانت arrived at 0 يبقى ال turn around time بتاعها 30 واحسب ال average turn around time بعد كده في أي مسألة بيبقى مطلوب منك تحسب ال average waiting time وال average turn around time أوكي يا عمر تمام شكرا جدا Okay. دكتور لو احنا قلنا قلنا الشورت بروسيس ان هي ال الاي او o bound Process ما دلوقتي أنا عندي فيه في تايبس من من في نوع في نوع بي يو باوند دي اللي بتحتاج السي لمدة يو النوع التاني بسميه انبوت اوتبوت باوند بروسيس دي بتحتاج السي بي يو فور شورت ديوريشن وبتحتاج انبوت اوتبوت مده اطول يبقى انا لو كان عندي الكيو دايما الجوب سكيدولر بيعمل جود ميكس ما بين الاثنين بحيث يبقى عندك التو تايبس طب انت دلوقتي عندك في الميموري التو تايبس من البروسيسز لو انت رتبت الريدي كيو بحيث ان السي بي يو باوند بروسيس هي اللي موجوده في الهيد اوف ذا كيو والالغوريزم بتاعك كان فيرست كام فيرست سيرت هتفضل ماسكه البروسيسور وتعطل باقي البروسيس الثانيه الثانيه بتحتاج الانبوت اوتبوت مده طويله وبتحتاج بس السي بي يو عشان تستارت او تخلص الاكسكيوشن بتاعها فبتبقى محتاجة مده صغيره في الحاله دي السي بي يو باوند بروسيس بتفضل ماسكه البروسيسور وبتعطل باقي البروسيس فحين ان انا لو خلصت الشورت بروسيس الاول هيخليني مينيموم ويتنج تايم لكن انا لو كان الالجوريثم بتاعي فيرست كام فيرست سيرفد انا مش هقدر اتحكم في الكلام ده على حسب الديزاين بتاع الريدي كيو فلو هو فيرست كام انا بقول ممكن تحصل فيه كونفوي ايفكت ان وان بروسيس تمسك البروسيسور تبقى محتاجاه فور لونج ديوريشن وتعطل باقي البروسيس اوكي okay, يا باشمهندس يعني انا لو انا الفيرست كم فيرست فيرست كم فيرست سيرش معناه ان انا مش هعرف ارتبهم ما بيترتبوا هم اوريدي بيدخلوا الكيو في الـ first come first served. انت مش هترتبهم هما بيدخلوا الكيو according للتايم time of للسيستم، هما دخلوا امتى السيستم بيرتبوا في الكيو بترتيب دخولهم، first come first serve، اول واحدة دخلت هي اول واحدة يبتدي ايه يختارها to بي scheduled on the processor. مش هيقدر في الالجوريثم هنا يتحكم في ايه؟ في هو حسب وصلت امتى للريدي كيو، التايم اللي دخلت في الريدي كيو هي دي اللي تبقى اول واحدة هيحصل لها سيرفنج خد بالك ان في حالة الـ first come first served. أنا هنا النوع السكيدجولينج scheduling الباشمهندس كريم اللي كان بيسأل نوع السكيدجولينج ده هل هو نون بريمتيف ولا primitive؟ في الـ first come first served؟ primitive لا نون بريمتيف لأن أي بروسيس في الـ first come first served بتمسك الـ بتفضل ماسكاه لغاية لما تخلص الـ execution مفيش حد يقدر يخرجها من البروسيسور وبالتالي هو نون بريمتيف دايماً الـ first come first served بيكون نون بريمتيف schedule كريم تمام طيب. طيب يبقى انا عندي ايه قلنا ان الاحسن او لقينا ان الكيسز اللي بيكون فيها الشورت بروسس في الاول بتبقى احسن، طب انا ازاي اتحكم في الترتيب بتاعهم؟ لازم اغير الاسكيدولينج الجوريثم لكن لو فضلت بالفيرست كام فيرست سيرف هم بيترتبوا اوريدي في الريدي كيو على حسب ايه دخلوا امتى الريدي كيو؟ انا ما بقدرش اتغير اتحكم في الترتيب هو الريدي كيو اوريدي موجود فيه البروسيسز على حسب هي ارايف امتى، فبتبقى الفيرست كام فيرست سيرف، اول واحده دخلت هي اول واحده هتبقى ايه هتاخد السيرفيس او اول واحده هتبقى ايه سكيدولد اون ذا بروسيسور. يبقى الاحسن منها ان انا اغير الالجوريثم واعمل واحد احسن منه اسمه ايه اسمه shortest job first ده معناها ان الريدي كيو بيبقى arranged كل ما تيجي Process يشوف هي محتاجه وقت قد ايه على البروسيسور ودايما يخلي Shortest جوب موجود في الكيو قبل الايه اللونج جوب يعني هو هيرتبهم على حسب التايم اللي محتاجاه على البروسيسور اول واحده تبقى محتاجه شورت تايم على البروسيسور اللي بعديها محتاجه النكست تايم اللي بعديها محتاجه اللي بعديه وهكذا انا هرتب الريدي كيو البروسيسز اللي موجوده في الريدي كيو بحيث تكون البروسيسز مترتبه اكوردنج للتايم اللي محتاجاه على البروسيسور او اكوردنج تو ذا سي بي يو بيرست تايم والله لو انا رتبت الكيو بالصوره دي يبقى اول ما يجي يطلب مني يعمل سكيدجولينج هسكيدجول الهيد اوف ذا كيو يبقى برضو هتكون هي نفسها الشورتست تايم يبقى بنعمل ايه؟ associate with each process the length of its next CPU burst. يبقى مع كل process هبقى عارفة التايم time اللي محتاجة الـ process على الـ processor. Use these lengths to schedule the process with the shortest time. اختار الـ process اللي ليها shortest time هي اللي هتبقى ايه to run on the processor. لو جربنا الالجوريثم بالصورة دي هلاقي ان Shortest Job First ده بيبقى optimal algorithm optimal يعني ايه gives minimum average waiting time for a given set of processes هو ده اللي هيديني minimum average waiting time المشكلة بتاعته بتكون ايه ازاي يقدر يحدد length of the next CPU burst request ناخد بالنا ان البروسيس هتاخد تايم على البروسيسور تحتاج مثلا انبوت اوتبوت احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان دايما بيكون عندي ايه سي بي يو انبوت اوتبوت بيرس سايكل يعني كل شويه بتاخد وقت على البروسيسور وبعد كده تحتاج مثلا انبوت اوتبوت وترجع مره تانية تكمل الاكسكيوشن بتاعها على البروسيسور وهكذا ايه ازاي اقدر احدد التايم اللي محتاجاه النكست تايم على البروسيسور دي لوحدها محتاجه different algorithm عشان يقدر يحدده. لو هو عارف التايم اللي محتاجاه على البروسيسور يختار البروسيس اللي ليها shortest time هي اللي تبقى ايه؟ تتران الاول. معنى كده ان انت لما تيجي تعمل implementation انت هتعمل implementation للكيو بتاعك بحيث يبقى ال فيه ordered accordingly time on the processor time required on the processor. يبقى اللي محتاجه شورت تايم تبقى موجوده في الاول بعد كده النكست تايم يبقى موجودة في اللي بعديها وهكذا انت هترتبهم اكوردنج ل الايه التايم محتاجة على البروسيسور يبقى انا لو عملتها مثلا عملت implementation as a linked list، ولو فرض ان جات لي في نيو بروسيس ارايفد وكانت محتاجه تايم مثلا اكبر من بروسس بين two processes يبقى انا هعمل لها ايه؟ مش هحطها في الاند اوف ذا كيو لا ده انا هحطها in the proper location in the queue بحيث ان انا أضبط ال linked list بتاعتي ويبقى يبقى برضه البروسيسز processes ordered according للتايم على البروسيسور. اللي هي محتاجاه على البروسيسور. الحقيقه ان الشورت جوب فيرست في منه two types او two algorithms ممكن اعمل له implementation as a non primitive scheduling او اعمل له As, اعمل له implementation as a primitive scheduling يبقى في كأننا على حسب الألغوريثم بتاع الـ operating system مكتوب إزاي الشورت job first ممكن يبقى implemented as a non-primitive أو primitive scheduling ناخد example non-primitive short job first scheduling algorithm ونشوف كده بنعمل إيه هفترض إن أنا عندي set of processes من P1 ل P4 ومديني الـ time اللي محتاجاها كل واحدة على الـ processor قد ايه لما يجي يعمل سكيدولنج للنان بريمبتيف شورت job فيرست هو هيرتب عارف ان الريد كيو مترتب في البروسيسز اكوردنج للايه التايم على البروسيسور معنى كده ان اول واحده هتبقى ران اون ذا بروسيسور اللي ليها shortest تايم يبقى اول واحده هنا هي مين اللي ليها shortest تايم هي بروسيس 4 محتاجه 3 millisecond سكند يبقى لو هم ارايف كلهم كان ليهم نفس الارايفل تايم يبقى كلهم ارايفد ات تايم 0 ولكن كل واحده محتاجه تايم مختلف على البروسيسور هيبتدي يرتب الريدي كيو مش على حسب الارايفل تايم هيرتبه على حسب التايم اللي محتاجاه على البروسيسور قد ايه فلأن أول بروسيس محتاجة شورتست تايم هي بروسيس 4 يبقى لما أجي أرسم الجانت تشارت هلاقي إن أول واحدة هي بروسيس 4 هتشتغل for 3 ملي سكند. بعد كده النكست بروسيس اللي ليها النكست تايم هتكون هي بروسيس 1 محتاجة 6 يبقى هتشتغل من 3 لغاية 9 تالت بروسيس هتكون هي بروسيس 3 محتاجه 7 يبقى هتشتغل من 9 ل 16 اخر بروسيس هتكون اطول بروسيس او محتاجه اطول تايم على البروسيسور اللي هي بروسيس 2 دي هتشتغل for 8 مللي سكند يبقى من 16 ل 24 طب احسب ازاي الافريج ويتنج تايم لازم اجيب الويتنج تايم لكل بروسيس ال الاول وبعد كده احسب الافريج نشوف كده 1 one by 1 بروسيس 1 الويتنج تايم اوف بروسيس 1 هي arrived at 0 وستارتد at 3 يبقى الـ waiting time بتاعها هيكون 3. Process 2 arrived at 0 و started at 16. يبقى الـ waiting time بتاعها 16. Process 3 arrived at 0 و started at 9. يبقى الـ waiting time بتاعها 9. Process 4 arrived at 0 و started at 0. يبقى الـ waiting time بتاعها 0. واحسب الـ average waiting time. يبقى أسهل حاجة الـ Non-Primitive Shortest Job First برتب الـ في Ready Queue according to the time needed in the processor يبتدي يعمل Run للشورت بروسيس Process في الأول وهو بيشتغل non preemptive نون primitive يعني إيه؟ يعني البروسيس أول ما تاخد البروسيسور Processor هتحتفظ بيه لغاية لما تخلص الـ Execution بتاعها أو تحتاج Input-Output طبعاً أنا هنا مش مبينة الانبوت Input-Output فبقول إنها بتفضل ماسكاه لغاية ما تخلص الـ Burst Time required على البروسيسور. المشكلة دايمًا في shortage Short Job First إزاي يقدر يحدد Length of the Next CPU Burst؟ إيه اللي محتاجه عشان يحسب الـ Length أو إزاي يحسب Length of the Next CPU Burst؟ بيقول لي طريقتين، يا إما يعمل estimation للـ of the Time on the CPU Burst بحيث إن يبقى Next Time ‹Equal Previous One should be similar to the Previous One، then pick the process with the shortest predicted next CPU Burst. يبقى أول طريقة لو هو عايز يحسب الـ تايم اللي محتاجه على البروسيسور قد إيه فبيقول لي ممكن أعمل إستيميشن وأقول إن هي الـ تايم هتبقى إيكوال الـ previous one ويختار بعد كده البروسيس اللي ليها إيه shortest predicted next CPU burst الطريقة الثانية إنه يستخدم الـ length of the previous CPU burst ويطبّق فورميلا معيّنة بحيث إن هو يقدر يحسب الإيه الـ تايم ال اللي محتاجه على البروسيسور قد إيه، أو الـ predicted time on the next interval قد إيه، بيستخدم طريقة الـ exponential averaging. فإذا كان عنده مثلًا هعرّف two parameters التي والتاو. التي دايمًا هو الـ actual time على البروسيسور، والتاو هو الـ predicted value قد إيه، أو الـ predicted time قد إيه. وهقسم الإنترفل بتاعتنا على حسب أنا في أي إنترفل، فمثلاً في الـ nth إنترفل كان الـ actual length of the nth CPU burst على البروسيسور هسميه tn، أنا عارفة هو اخذ وقت على البروسيسور في إنترفل n، عايز أعمل prediction الـ next time اللي محتاجاه قد إيه في interval n plus 1، هسميه tau n plus 1، يبقى tau n plus 1 هو إيه؟ هو الـ predicted value for the next CPU burst. هيستخدم كونستانت اسمه الفا ده من رقم من 0 ل 1 ويعرف الفورميلا بتاعته بيقول لي ايه استخدم الرول دي ان تاو ان بلس 1 ايكوالز الفا تي ان بلس 1 ماينص الفا تاو ان كومنلي الاوبريتنج سيستم بتعمل سيتنج للالفه بهاف طب بص كده احنا قلنا الالفا هي رقم من 0 ل 1 والله لو الالفا بزيرو يبقى الترم ده بزيرو والترم ده بزيرو يبقى معنى كده ان تاو ان بلس 1 ايكوال تاو ان هي نفسها الكيس الاولانيه ان هو هي استيميت ان النكست تايم ات انترفال ان بلس 1 ايكوال التايم اللي كان بريدكتد ات انترفال ان لو كانت الالفا ب يبقى في الحالة دي الترم ده يبقى بزيرو وهنا يبقى t n بلس 1 إيكوال تي أن. يعني يبقى الـ predicted at interval n بلس 1 إيكوال الـ actual time اللي أخدته at interval n إيكوال تي أن. لكن commonly الـ operating system بتساتل value alpha دي لـ half وتحسب الـ predicted time في next interval A. لو أنا استخدمت، إحنا اتفقنا إن في حالة shorted job first ممكن أبقى عندي primitive or non-primitive. لو كان primitive shorted job first فبيسميها بيديها اسم تاني shortest remaining time first فالprimitive version بيسميها shortest remaining time first نرجع للفورميلا دي تاني زي ما قلنا لو ألفا بزيرو يبقى في الحالة دي طلع tau n plus one ألفا بزيرو يبقى tau n plus 1 طلعت equals tau n معنى كده أن الريسنت recent history doesn't count لو ألفا 1 ألفا 1 يبقى الترم ده اللي بزيرو وطلع هنا تو ان بلس 1 equals تي ان معنى كده اللي هي نفسها الاستيميشن ان الاكتوال لاست سي بي بيرست هو بس اللي هياخده في الاعتبار ويبقى البريدكتد نيكست انترفال ايكوال الاكتوال لاست سي بي تايم على البروسيسور ان جنرال لو انا عملت اكسباندنج للفورمولا دي ادي الفورمولا اهي لو عملت لها Expansion هتلاقي ان كل ترم منهم موجود فيه 1 minus الفا تايمز الفا وال1 minus الفا دي بتبقى مرفوعة الـ معين. نلاحظ إن كل من ألفا و1 ماينس ألفا ده fraction، يبقى كل ما أرفعها الباور كل ما بيصغر قيمة الترم، يبقى طالما إن ألفا و1 ماينس ألفا less than or equal 1، يبقى each successive term هيبقى less has less weight than its predecessor. كل ما بطلع في الترمات هتبقى ليها weight أقل، عشان كده غالبًا بيستخدم بس أو الأهم أكبر value هتكون للفيرست first term اللي هو ألفا t n. عشان كده دايما هو بيعمل استيميشن ان النكست انترفال هياخد نفس التايم اللي هو ايه تي سواء بقى حسب الالفا هياخدها الرقم بتاعها بكام لكن هي رقم من 0 ل 1 انا يهمني دلوقتي ما يهمنيش اصلا استنتج الفورمولا دي ازاي او هو system سيستم value اللي بتعمل بيها سيتنج الالفا اللي عارفين بس شكل الفورميلا لكن لو اداني اي مساله وطلب مني ان انا احسب شورتست او اطبق ارسم الجانت شارت جانت شارت بالنسبه set اوف بروسيسز عايز اعرف شكل الجانت شارت هيكون ايه فده اكزامبل للشورتست ريميننج تايم فيرست قلنا ان primitive شورتست جوب فيرست هو نفسه اسمه او بيسميه شورتست ريميننج تايم فيرست سي مثلا ان انا عندي فور بروسيسز ومديني هنا variable arrival تايم في المساله اللي قبليها كنت باخد كلهم ارايفد ات تايم زيرو لا هنا انا عندي كل واحده فيهم ارايفد ات ديفرنت تايم وهيسمح كمان بالبريمشن يعني لو جت بروسيس محتاجه تايم اقل من اللي موجوده دلوقتي على البروسيسور هشيل البروسيس اللي كانت راننج واشغل البروسيس اللي محتاجه ايه Uh, shortest time. فدايما ببص لإيه؟ shortest remaining time first. ناخد الاكزامبل ده وادي في variable arrival time وادي الـ first time ونحاول نرسم الجانت chart لو عندي primitive shortest job first. هنا ال arrived اه, اول process اللي هي p1 arrived at time 0 ومحتاجه 8 ملي سكند. at time 1 process 2 arrived يبقى اول واحده كانت هتشتغل كانت process 1 هتشتغل من 0 ل 1 لغايه لما process 2 arrived at the ready queue في الحاله دي هيعمل ايه هيبص ال process P2 arrived at time 1 ومحتاجه 4 بينما process 1 لما اشتغلت اشتغلت بس من 0 ل 1 وفاضل لها 7 يبقى process 2 محتاجه 4 وProcess 1 فاضل لها 7 يبقى مين اللي احق انها تشتغل process 2 يبقى starting من 1 هيبتدي يسكيدجول process 2 to run on the processor Process 2 هتشتغل من 1 لغاية 2 ملي سكند. At time 2 Process 3 arrived. Process 3 arrived ومحتاجة 9. Process 2 كانت اشتغلت بس 1 وفاضل لها 3. Process 1 فاضل لها 7. يبقى كأن Process 2 هي الأحق إنها تشتغل أو تكمل. يبقى Process 2 هتكمل تاني من 2. تكمل لغاية لما Process 4 arrived at time 3. لما Process 4 arrived لازم برضو ياخد decision. هنا Process 4 محتاجة 5، Process 3 محتاجة 9، Process 2 كانت خلصت 2 وفضلها 2، Process 1 خلصت 1 وفضلها 7، يبقى برضو أصغر واحدة كانت Process 2، يبقى هيكمل Process 2 لغاية لما تخلص الـ Execution بتاعها. يبقى كده Process 2 خلصت الـ 4 ميلي ساكندر لتوحها الـ Time 5. هنا لازم ياخد Decision، مين اللي يشتغل؟ Process 1 كانت اشتغلت 1 وفضلها 7، بروسس 4 2 خلصت بروسس 3 فاضل لها 9 او محتاجه 9 بروسس 4 محتاجه 5 اصغر واحده هي بروسس 4 ومفيش حد تاني دخل السيستم يبقى بروسس 4 هتشتغل ال 5 ملي سكند لغايه لما تخلص بعد ما خلصت اللي موجود او اللي فاضل في السيستم هي 1 و 3 اونلي 1 فاضل لها 7 و 3 محتاجه 9 يبقى 1 اللي هتشتغل طالما مفيش حد تاني دخل السيستم او محصلهاش اي انترابشن هتخلص السيفن اللي فاضلين عندها بعد كده Process P3 هتخلص او تحتاج الـ 9 ميلي سكند ومفيش حد جه بعدها يبقى هتشتغل من 17 لغاية 26 ابتدي احسب الافريج average waiting time for each process Process P1 Arrived at 0 و مباشرة at 0 بس اشتغلت لغاية 1 وبعد كده عملت لها بريمشن لغاية لما فضلت خرجت من البروسيسور سابت البروسيسور لغاية التايم 10 لما رجعت مرة تانية تاخد البروسيسور لغاية لما خلصت execution يبقى التايم اللي أخدته مستنية في الويتنج كيو من 1 لغاية 10 يبقى الويتنج تايم of process 1 10 1 أو 9 ملي سكند بروسيس 2 arrived أت 1 وستارتد أت 1 وخلصت خلاص execution بتاعها ات 5 من غير ما يحصلها interruption انتربشن تاني يبقى الويتنج تايم بتاعها 1 1 او 0

أو بنسميها shortest remaining time first، هيبتدي على حسب الار... هيجيني variable arrival time، اللي ليها shortest time هي اللي هتبتدي في الأول، طالما هنشوف مين الأصغر واحدة هتبتدي، بعد كده لو في أي لحظة ولو في process running وجت واحدة تانية محتاجة time less than the remaining time of the current process، هيعمل إيه؟ preemption للcurrent process أو هيخليها تسيب البروسيسور ويشغل اللي ليها إيه؟ اللي هي ال shortest time عشان كده بيقول لي دايما اشتغل على shortest remaining time first ده الالجوريثم بتاع shortest job first بال two cases بتاعته سواء كان primitive or non primitive مايا تفضلي <applause> كان عندي سؤال بدري شوية كان في اه لما كنا بنتكلم خالص بس في البداية ال shortest job first حضرتك قلت ان هو optimal بس احنا بنحسب ان هو optimal بال waiting time بس مش بال criteria التانية عموما اللي هيبقى يبقى ليه minimum waiting time هيبقى له برضه minimum turn around time هي optimal في كل التانية الجاس. بقى لا انا يهمني في كل المسائل دي انا باخد دايما ال waiting time و turn time تمام بتقول لي انا بقارن بيهم زياد ايه يا دكتور فاش انا كان في حاجه صغيره وقعت مني هو احنا ليه واحنا بنحسب الويتنج تايم بتاع بروسيس 1 عملنا 10 ماينس 1 هنا لان بروسيس 1 هي ارايفد ات زيرو واشتغلت على طول اشتغلت لغايه 1 وبعد كده بروسيس 2 هي اللي اشتغلت ففضلت بروسيس 1 مستنيه في ريدي كيو من غير ما تشتغل لغايه 10 رجعت مره ثانيه اشتغلت لغايه 17 يبقى هي قعدت قد ايه مستنيه في الويتنج في الريدي كيو من غير ما تشتغل من 1 ل 10، يبقى استنت waiting قد ايه؟ 9، لأن by definition كلمة waiting time مقصود بيها هي waiting قد ايه في ready queue؟ في ready queue. The amount of time the هاز has been waiting in the ready فكلمة waiting time مقصود بيها هي مستنية قد ايه في ready queue من غير ما تاخد الـ هي قعدت في الفترة من 1 ل 10 من غير ما تاخد الـ وبعد كده اشتغل التاني من 10 ل 17، يبقى قعدت مستنية قد ايه في ready queue؟ 9. اوكي اه تمام اوكي شكرا يا دكتور معايا يا باشمهندسين في اي سؤال لغايه دلوقتي مايا تاني تفضل امم كان برضه عندي سؤال في الالفا يعني هي بيبقى رقم ثابت ولا بن... بنعمل بنقعد نغيره كل مره ولا بيبقى اكيد البروتينج سيستم هي اللي مسؤوله عن الكلام ده لو الالجوريثم بتاعها ديزايند الفا بكام تثبت هتزبط هتثبتها على الرقم ده دي حاجة على حسب بقى ال ال الديزاينر اوبريتنج سيستم بي الالفا لفاليو معين، لو كانت الاوبريتنج سيستم دي بتشتغل بطريقة الشورت short job first، الالفا في بداية الـ تو scheduling to some value وتثبت عليه، على حسب الالجوريثم بتاع شورت short job first، في المسائل تمام. لما انت تعملي implementation هيتحدد لك الـ time مباشرة، مش مطلوب منك انك تستخدمي الفورملا دي، أنا بس بقول لكم هو بيحسبها ازاي. تمام. ماشي. حد عنده أي أسئلة؟ واضح الموضوع لغاية دلوقتي؟ أعتقد الموضوع سهل. الشابتر ده أسهل شابتر بس لازم تعرف تعمل إمبلمنتيشن للألجوريثمز دي فلازم تفهم كويس اوي المسائل المحلولة إزاي لأن أنت اللي هتكتب الألجوريثمز بعد كده وتعمل سامبل طبعا للسيت أوف بروسيسز وتقول لي منهم شكله إيه. ناخد الالجوريثم الثالث اسمه راوند روبن round-robin بيعمل ايه في round-robin؟ بيقول لي ان انا هقسم وقت البروسيسور على ال set of processes اللي موجودة عندي كل process تاخد quantum of time بسميه q يبقى each process gets a small unit of CPU time او بنسميه time quantum usually time quantum ده بيكون من 10 ل 100 milliseconds بعد ما التايم time ده يخلص ايه اللي هيحصل؟ البروسيس process بتبقى بريمتد يعني بشيلها من البروسيسور and add it to the end of the ready queue. يبقى لما تيجي انت تعمل implementation لل ready queue في حالة الالجوريثم اللي اسمه round robin كأنك هتعمله implementation as a circular queue. كل process بتاخد slice of time على البروسيسور بعد ما تخلص بتيجي اعمل ايه؟ بشيلها وارجعها لاخر الكيو واعمل شيفتنج او الهيد في الكيو تبقى تاني واحده هي اللي تكون موجوده على الهيد فكان البروسيس عماله تتحرك بحيث انت تاني مره هتاخد تاني بروسيس وبعدين التالته والرابعه وهكذا. طب انا لو عندي ان بروسيسز موجوده في red كيو كل واحده بتاخد تايم كيو الفيرست وان هتاخد اول كيو تاني بروسيس كانها استنت كيو وبعد كده اشتغلت تالت بروسيس استنت اتنين كيو البروسيس رقم n استنت قد ايه؟ ان ماينس 1 كيو يبقى yeah, if there, is, there are n processes in the ready queue and the time quantum is q each process gets 1 over n of the CPU time بس in chunks of at most Q time unit. ليه بقول at most؟ افرض إن أنا كان الـ time quantum بتاعي Q، لكن الـ process كانت محتاجة time أقل من Q، هل أديها Q ولا أديها الـ time اللي محتاجاه؟ أديها الـ time اللي محتاجاه. يعني مثلاً الـ time quantum كان 4 والـ process كانت محتاجة 3 millisecond، أديها 3 ولا 4؟ أديها 3. إذا at most هتاخد الكيو. Q. No process waits more than n minus 1 times Q time units. يعني زي ما اتفقنا لو انا عندي ان بروسيسز بديهم بالترتيب كل واحده بتاخد كيو وتنقل على اللي بعدها كل واحده بتاخد كيو وتنقل على اللي بعدها معنى كده ان الاولانيه هتاخد كيو الثانيه استنت 1 كيو عشان تشتغل الثالثه استنت 2 كيو الثالثه الرابعه استنت 3 كيو يبقى رقم ان هتستنى ان ماينس 1 كيو او ات موست ان ماينس 1 كيو ممكن في بعض الاحيان تاخد اقل ليه لو كانت البروسيس في اي وقت محتاجه تايم اقل من الكيو وتخلص الاكسكيوشن بتاعها اول ما الكوانتم اوف تايم يخلص ايه اللي هيحصل هتنقل للسكند process. ازاي بيحصل النقله دي ان في تايمر بيعمل interrupt every كوانتم to سكيدجول النكس next process. لو فاكرين في شابتر 1 قلنا التايمر ده هو نوع من انواع البروتكشن ان هو بيبقى موجود كه... في الهاردوير كل ما التايمر ده بعمله سيتنج لسام فاليو اللي هو في الحاله بتاعتنا هنا ايكوال الكوانتم كيو او ويعملوا ديكريمنت كل كلوك لغايه لما يوصل للزيرو اول ما يوصل للزيرو هيعمل انتربت يبقى هو معمل كده ان هو يعمل انتربت افري كوانتم ويسكيدجول النكست بروسس كل ما يخلص التايم كوانتم يعمل انتربت او الاوبريتنج سيستم تشغل تايم time... تشغل سام انتربت هاندلنج روتين الـ Interim Handling ده هيعمل Switching أو يستكيجول النكست Next مباشرة. طبعاً حسب الـ Time Quantum Queue افرض أن أنا اخترت الـ queue ده Large بحيث أن البروسيس خلصت الـ Execution بتاعها Within the Queue. يبقى الالجوريثم بتاعي كأنه تحول إلى First Come First Served أو First In First Out. لأن خلال الـ Time Quantum الـ خلصت Execution. فكأن الـ, الـ Queue لو كان Large كأنه تحول الالجوريثم بتاعي إلى first in first out او first come first served. لو كان الكيو فيري very small هيحصل فيها switching many times من غير ما كأن ده بيعتبر overhead على السيستم عشان كده لازم يعمل ايه؟ كيو must be large with respect to the context switching وإلا البروسيس هتقعد تعمل context switching وتاخد وقت في الاوفر overhead دوت من غير ما تنفذ some useful work.

التايم كوانتم البروسس هتخلص اكسكيوشن في تايم اقل كمان من الكوانتم اذا مش هيحصل اي context switching within the process execution بيبقى ال context switching هنا زيرو البروسس هتخلص execution كان الالجوريثم بتاعي من غير ما يحصل اي switching كما لو كان بالظبط بيشتغل ايه first come first سيرت او first in first out لو كان التايم كوانتم بتاعي 6 وكان البروسس تايم محتاجه 10 معنى كده ان انا بعد 6 هيحصل Interrupt. هتنقل الـ second process وبعد كده الـ process ترجع تكمل التايم time بتاعها وتخلص من 6 لغاية 10 يبقى كأن كم مرة حصل context switching 1 في حين لو أنا كان الـ process time 10 وكان الـ time quantum 1 هيحصل فيه 9 context switching ده بيعتبر اوفر هيد على السيستم فلازم الـ process أو الاوبريتنج operating system بتختار التايم time quantum بحيث يبقى suitable أو أكبر كفاية من الكونتكست context switch time الكيو الـ Q must be large with respect to the context switch time، وإلا هيبقى فيه overhead على الـ system. ناخد example للراوند round robin with time quantum 4. أفترض إن أنا عندي set of processes 1، 2، 3 والبيرست first time given لـ كل واحدة محتاجة time قد إيه على الـ processor. هو ده نفس الـ example اللي إحنا حليناه قبل كده first come first served. بس بيقول لي عايز أحله باستخدام أو أطبق الالجوريثم اللي اسمه round robin. الراوند رابن algorithm لازم يكون primitive scheduling، ما ينفعش يكون non-primitive، ليه primitive؟ لأن أنا أول ما الـ time quantum بيخلص بتنقل للـ next يبقى يعني أنا بعمل forcing للـ process to leave the processor، فده هيكون primitive سكيدجول هبتدي من أول time 0، هرسم الجانت تشارت أول process كانت محتاجة 24، أنا بشتغل time quantum 4، يبقى أول process هتاخد 4 millisecond على الـ processor. بعد كده عمل سويتشنج للسكند بروسيس، سكند بروسيس كان بروس بي 2 ومحتاجه 3 ميلي سكند بينما التايم كوانتم بتاعي كان 4 يبقى انا هديها بس ال 3 اللي هي محتاجاه يبقى هتشتغل من 4 ل 7 بعد كده الثيرد بروسيس هي Process 3 محتاجه 3 برضو ده اقل من الكوانتم هديها التايم اللي هي محتاجاه من 7 ل 10 بعد كده هرجع مره تانية الاول بروسيس اللي هي Process 1 محتاجه كانت 24 وكانت اشتغلت بس 4 يبقى هتكمل فاضلها 20. اديها تايم كوانتم من 10 ل 14. بروسس 2 و 3 خلصوا يبقى هفضل ادي كل مره بروسس بي 1 اديها 1 كوانتم وتشيك مفيش حد تاني ارايف اديها 1 كوانتم 1 كوانتم لغايه لما تخلص التايم 30. يبقى برده هي في الاخر هي خلصت at 3 ملي سكند ولكن لو حسبت الافريج تيرن اراوند تايم هنا هلاقي ان هو ماتش هاير. ليه لان هي كل بروسيس اي بروسيس فيهم خلصت execution في تايم اكبر او التايم اللي اخذته من اول ما ارايفد لغايه لما خلصت execution هيبقى اكبر يبقى لو حسبت الافريج تيرن اراوند تايم جربوا كده تحسبوا لي المساله ده دي هتلاقي ان هو higher عن الكيس الاولاني لكن بيتر ريسبونس ليه لان كل بروسيس اديتها تايم على البروسيسور فاداني بيتر ريسبونس او مينيمم ريسبونس تايم

نكمل الالجوريثم الرابع عندنا اسمه priority scheduling priority scheduling يعني ايه يعني كل process ال operating system هتديها some priority ال priority بتبقى عبارة عن في حاجة اسمها priority number the integer associated with each process a priority number is associated with each process هدي ال process الـ CPU لل process اللي ليها highest priority highest priority يعني ايه يعني smallest priority number The CPU is allocated to the process with the highest priority أو ليها smallest integer value. دايما smallest integer يعني highest priority. يعني هرتبهم اللي هي first priority, second priority, third priority وهكذا. يبقى كأن ready queue هيبقى arranged نفسه مترتب ال في ready according to the priority level بتاعها. لو جه يختار process to run on the processor هياخد اللي موجودة at the head of the queue. هي اللي هتبقى scheduled to run on the processor. لو هو فرض at some different arrival time. جات لي process جديده ليها highest priority او ليها priority مختلفه، هحطها في البروبر لوكيشن بتاعها في اللينكد ليست او في الريدي كيو بتاعي، بحيث انها لازم ال بتاعتها تكون موجوده في المكان المظبوط، يبقى دايما الترتيب بتاعهم الهايست priority هي اللي تبقى موجوده ايه او مترتبين accordingly لل priority level بتاعهم. ال priority scheduling في منه تو types. يأمة Primitive scheduling أو non-preemptive scheduling يعني ممكن أي مسألة ذهاني يقولي حلها مرة مثلاً ب preemptive scheduling ومرة ب non-preemptive scheduling الحقيقة إن الألgorithم اللي هو shortest job first ده يعتبر special case من the priority scheduling كأن هو مرتبهم في ال -Q. إحنا قلنا مرتبهم according ل the على ال لا كأن بالضبط ال, ال, ال priority level according ل the على ال processor اللي هاي is priority او اللي ليها مينيمم او سمولست بريورتي نمبر هي نفسها اللي ليها ايه مينيمم تايم على البروسيسور يبقى شورت جوب فيرست از بريورتي سكيدجولينج وير بريورتي از ذا انفرس اوف بريدكتد نيكست سي بي تايم البريورتي هي ايه ايكوال انفرس اوف ذا بريدكتد نيكست تايم على البروسيسور كل ما التايم اللي محتاجاه على البروسيسور كبير كل ما البريورتي بتاعتها تقل المشكلة إن هو لا هو بيستخدم priority scheduling و دايماً بيعمل running لل highest priority و بيأجل lowest priority فممكن تحصل problem اسمها starvation يعني ايه starvation؟ أنه دايماً بيعمل running لل highest priority و يأجل lowest priority يبقى كأن نتيجة ال starvation أن ال low priority process may never execute ممكن تفضل ال low priority process may never execute تفضل مستنية و كل شوية new highest priority process arrived ل ready queue و تفضل ال lowest priority process مستنيه في الريدي كيو عشان كده ممكن يعمل سوليوشن للستارفيشن عن طريق حاجه اسمها ايجينج ايجينج يعني ايه As time progresses increase the priority of the process. كل ما الوقت يعدي على ال process في ready queue ممكن أزود ال priority level بتاعتها. أزود ال priority level يعني إيه؟ يعني كأني هغير ال priority number اللي هو associated with the process. بدل مثلاً ما كانت ليها ال fourth priority أخليها third priority. أو أشوف على حسب الرقم بتاعها كام أخليها في priority level أعلى. يبقى to solve the problem of starvation ممكن يعمل حاجة اسمها aging. Aging يعني as time progresses ممكن يزود ال priority level of the process. ناخد مثال لمسألة فيها Priority Scheduling بس فيها Non-Primitive Priority Scheduling. واسيبكوا تحلوا مسألة تانية كده فيها ال-Primitive ال وتشوفوا هنحلها ازاي لو كان فيها كمان Variable Arrival Time. لكن ال-Problem دي كانت Non-Primitive Priority Scheduling وعايزين نرسم لها ال-Gantt Chart. في عندي هنا 5 processes مديني ال First Time بتاعهم على ال-Processor ومديني ال-Priority Level بتاعهم كام.

بعد كده اللي عليها الدور بعد كده اللي ليها السكند برايورتي محتاجه بروسس 5 ومحتاجه 5 مللي سكند يبقى هتاخد من 1 لغايه 6 بروسس بي 5 اللي هتشتغل بعد كده اللي ليها الثيرد برايورتي هي بروسس 1 ومحتاجه 10 يبقى هتشتغل من 6 لغايه 16 ال next process هتكون هي process اللي هي ال fourth priority هي process تلاتة ومحتاجة two milliseconds يبقى تشتغل من ستاشر لتمنتاشر آخر واحدة اللي ليها الـ highest priority number أو اللي ليها priority number five محتاجة one milliseconds بس على البروسيسور اللي هي process P4 هتشتغل من 18 ل 19 وبعد كده هحسب الايه A تايم waiting time بنفس الطريقه اللي قلناها يعني مثلا الويتنج waiting time في process 1 هم هنا assuming ان كلهم arrived at time 0 يبقى arrived at 0 و started at 6 يبقى ال waiting time بتاعها 6 process P2 arrived at 0 started at 0 يبقى waiting time بتاعها 0 process 3 arrived at 0 و started at 16 يبقى waiting time بتاعها 16 process 4 arrived at zero started at 18 يبقى ال waiting time بتاعها 18 process 5 arrived at zero started at 1 يبقى ال waiting time بتاعها 1 واحسب ال average waiting time هيطلع 8.2 مللي ثانية طب ايه اللي يحصل لو انا اديتك مساله ولقيت ان في two processes ليهم نفس البرايورتي إذا كنت أنا مرتباهم في الكيو أكوردنج للبرايورتي ليفل، طب لو لقيت في two processes ليهم نفس البرايورتي أعمل إيه؟ هنا لازم يستخدم another algorithm علشان يختار ما بين ال processes اللي ليها equal priority. في بعض السيستمز يقول لي إن أنا لو ال تساوت في البرايورتي ليفل اختارهم اكوردنج ليه ال, إيه؟ ال first come first served. في الحالة دي لو هم داخلين مثلاً افرض مثلاً عندي تو processes بروسس 3 او بروسس 4 ليهم نفس الايه البريورتي ليفل وكانوا داخلين بالترتيب 3 4 اشغل 3 الاول وبعدين 4 اكوردنج لي الفيرست كام فيرست سيرفد لكن هنا انا هطبق حاجه ثانيه بيقول لي في بعض السيستمز بتقول لي ايه لو تساوت البريورتي ليفل ما بين مجموعه من البروسيسز استم البروسيسور تايم اكوردنجلي الراوند روبن الجوريثم فانا عايزه ادخل هنا حاجتين مع بعض الـ priority level أو الـ priority scheduling، وفي نفس الوقت لو تساوت ال priority level، هعمل كمان راوند روبن ما بين البروسيسز اللي ليها equal priority. فمثلاً في الاكزامبل ده كانت process 2 و3 ليهم equal priority، process 1 و5 ليهم equal priority، هو بيقول لي لو تساوت الـ priority اشتغل راوند روبن، لكن لو كان في different priority levels، دايماً تشغل الـ low priority process الأول. ولو تساوت الـ priority level، اشتغل باستخدام أو رتبهم على، أو خدهم في الـ processor accordingly round-robin algorithm. فهنا في المسألة بيقول لي run the process with the highest priority، ولكن processes with the same priority run round-robin. ومحدد لي استخدم في الحالة دي round-robin، وقايل لي assume إن الـ الـ time quantum بتاعهم 2 millisecond. يبقى في، على حسب المسألة، لو هو مديني بس priority scheduling وكان التايم quantum بتاعهم كانت ال priority level بتاعتهم مختلفه هاخدهم accordingly ال priority first priority process تشتغل الاول وبعدين ال second ال third وهكذا. لو تساوت ال priority لازم يحدد لي ال algorithm اللي هطبقه ما بين الا equal priority processes. لو ما حددليش في المساله ولقيت في equal priority processes هاخدهم first come first served. لو حدد لي نوع تاني من الألجوريثم هاخد اللي هو قايله، فهو هنا في المسألة بيقول لي لو كانت الـ process ليها نفس الـ priority اشتغل round robin، ومديني time quantum 2 millisecond. نشوف المسألة دي هنحلها ازاي. هو هنا مديني 3 different priority levels. أول priority level هي الـ first priority هتكون ل process 4 ومحتاجة 7، وكلهم Arrived at time 0 يبقى هاجي at time 0 أشغل process 4 لغاية لما تخلص at time تخلص الـ time 7. بعد كده لقى ان Process 2 و 3 ليهم ايكوال برايورتي فلازم يقسم وقت البروسيسور ما بينهم باستخدام الراوند روبن الراوند روبن كان واخد تايم كوانتم 2 يبقى هاجي اطبق الراوند روبن ما بين 2 و 3 بروسيس 2 كانت محتاجه 5 هديها الاول الكوانتم اللي هي من 7 ل 9 2 ملي سكند اتنقل ل 3 اديها من 9 ل 11 ارجع تاني ل 2 بروسيس 2 كانت محتاجه 5 يبقى هتاخد 2 2 1 Process 2 هتاخد من 11 ل 13، أرجع تاني لProcess 3. Process 3 كانت محتاجة 8، يعني هتاخد 4 times ال-time quantum. هرجع تاني P3 هتاخد من 3 قلنا ال-15. P2 فاضل لها 1 بس من 15 ل 16. بينما P3 بي فاضل لها 4 سكند هتاخدهم على 2 quantums من 16 ل 18 ومن 18 ل 20، كده خلصت P3. وانس خلاص خلصت التايم ما بين P2 و P3 اللي هم ليهم ايكوال priority اتنقل للثيرد برايورتي priority level كانت ما بين P1 و P5 P1 كانت محتاجة 4 و P5 محتاجة 3 ملي سكند هبتدي P1 محتاجة انا بقسم ما بين P1 وبين P5 هاخد كل واحدة فيهم بتاخد 2 ميلي سكند يبقى هاخد الاول P1 بتاخد من 24 ل 26 سوري احنا هنا في بي1 اهي هتاخد الاول من 20 ل 22 وادي بي5 تاخد من 22 ل 24 بي1 فاضل لها بس 1 هتاخد بي1 كانت محتاجه 4 خدت منهم 2 فاضل 2 من 24 ل 26 بينما بي5 فاضل لها 1 من 26 ل 27 كده خلصنا الاي 3 بروسيسز يبقى انا رسمت الجانت تشارت بحيث ان انا شغاله priority scheduling ولو تساوت ال priority هختار ايه round robin with time quantum 2 millisecond يبقى يعني انا بعد في الثيرد Priority ابتديت هنا من اول 20 قسمت وقت البروسيسور ما بين بي 1 وبي 5 بي 1 اخذت الاول من 20 ل 22 وبي 5 خدت من 22 لـ ل 24 رجعت بي 1 خدت كمان 2 Millisecond سكند لغايه 26 بينما بي 5 فاضل لها 1 لغايه 27 واقدر احسب بقى التيرن اراوند تايم او احسب الويتنج Time. نقف خمس دقائق للاذان لو سمحت طب نكمل يا باشمهندس لو حد عنده اي اسئله في الفور ديفرنت الجوريثمز اللي احنا اخذناهم للسي بي يو حد عنده اي سؤال مايا اتفضلي آه، كنت عايز اسال لو هنعمل البريورتي Scheduling بس بريمبتيف يعني هيبقى نفس الفكرة لما بيخش حاجة والبرايورتي أعلى نقطع وندخلها في ال... اه في الحالة دي هتلاقي المسألة موجود فيها arrival time مختلف فلو هي ليها highest priority و وواحدة تانية running ليها lowest priority هيشيل اللي ليها lowest priority ويشغل اللي ليها highest priority فعلى حسب ال arrival time بتاعك لازم تحسبيها بدقة جدا وانت بترسمي الشارت تمام إن شاء الله هتنزل لكم الأسبوع الجاي الـ first project بتاعك هيكون هو CPU Scheduler Project أو CPU Scheduler Assignment مطلوب من حضراتكم فيها تعملوا إيه؟ بس هنبتدي يعني actually إنت هتسلمه بعد الـ 100 لكن لكن هتنزل لك الـ project already الأسبوع الجاي عشان الناس تبتدي تتقسم الجروبس groups وتبتدوا تشتغلوا فيه هنعمل فيه implementation للـ CPU Scheduling Algorithms اللي إحنا أخدناهم. Implementation of Process Scheduling Algorithms

بيبقى الـ Input ليك في الـ Project بيكون مفروض إنها طبعاً هيبقى فيه Interaction، فيه في GUI بديلك على حسب type الـ Scheduler و Number of Processes و Required Information عن كل Process according للـ Scheduler Time. المطلوب منك ك Output بترسم لي على الـ Gantt Chart أو Timeline showing the order and time taken by each process وبتحسب لي الـ Average Waiting Time. طبعا لازم هتقدم لي الكود بتاعك ومعاه جي يو اي عشان اقدر ايه اجرب الكود او اجرب الابلكيشن بتاعته وهيجي لك كومبليت ديسكريبشن وازاي تعمل الدليفري او ايه اللي مطلوب منك بالظبط في البروجكت هتلاقوه موجود على ال ام اس ان شاء الله النكست ويك أه حضرتك عاوزاك كديسك عاوزه الاو اس بتاعنا كديسك توب ابلكيشن ايوه إنت هتعمل دلوقتي assume إنت بتعمل implementation للسي بي scheduling algorithm للـ four different algorithms، إنت هتعملها as desktop application بس معاها GUI كل مرة على حسب نفس ممكن نفس set of processes تعمل لي الاوتبوت بتاعهم كـ example يعني تعملها scheduling بـ different algorithms وهتحط لي sample طبعا وهتقدم لي complete report شارح فيه الكود بتاعك وشرح فيه الـ اللي إنت مستخدمه وكل حاجة. هبعت ان شاء الله ينزل لكم بالظبط ايه اللي مطلوب منك تقدمه في البروجكت اتفضلي يا ماي آه... ال deadline متحدد ولا يعني هيبقى بعد ال midterm امتى ان شاء الله؟ يعني هنتفق مع بعض هو المف... actually هو المفروض project زي ده ما بياخدش اكتر من 2 ويكس بس لو انا نزلته الاسبوع الجاي وقلنا 2 ويكس هيبقى في ميعاد ال midterm يبقى هيبقى يكون بعد ال اسبوع مثلا تمام انتوا آه... عايزين ايه طيب؟ لا انا بسال بس يعني طيب لسه ما تحددش تصدقني ما طيب هنتفق يعني مع بعض وشوفوا انتوا ان شاء الله يعني اكتشوالي هو المفروض ان يبقى فيه project وفيه project في بروجكت دلوقتي وفي بروجكت تاني في الميموري للاسف السنه اللي فاتت عشان رمضان وكده ما نعمل كمان الميموري فعملوا بس السي بي يو سكيدجولر فاحنا مبدئيا هنقول ان هو هياخد 3 ويكس لو في وقت هتعملوا امبلمنتيشن للميموري لان البروجكت بتاع الميموري كويس قوي يعني بيستفيدوا منه الطلبه الحقيقه فانا افضل ان انتوا تعملوا تو بروجكت لكن لو عملنا project واحد هيكون ال 10 درجات بتوع project على البروجكت ده بس زياده اتفضل كنت عايز استفسر بس يا دكتور هو البروجكت ده programming language معينه ولا اي حاجه لا مسموح لك تعمل اي حاجه بس بس تقدر تعمل اي جي يو اي يعني انت لو جربت تكتب سي بلس بلس مش هتعرف تعمل جي يو اي هو أطلع. في جي يو اي سي بلس بلس اللي هو كيو تي ف اوكي ما التيم احنا هنتقسم لجروبس مثلا هو ات بيكون 5 اور 6 ستودنتس في كل جروب علشان احنا البروجكت ده انت بتعمله ديسكشن مش بس بتقدم الكود ال بتاعك لا انت بتعمل ديسكشن كل تيم بيتعمل له ديسكشن وعلى اساسه يعني حتى مش مش مثلا الواحد يشتغل في التيم وباقي الدرجات باقي التيم هياخدوا نفس الدرجه لا كل واحد بياخد درجه على حسب الجزء اللي عمله كل واحد بيشرح هو عمل ايه فبيكون في كومبليت ديسكشن لكل تيم منهم اللي انت بتقدم أربعة project with اكزامبلز الريبورت بتحط فيه سامبل لأوتبوت لكن احنا ممكن نعمل تيست للكود بتاعك بأي حاجة بأي set of processes يعني اوكي يا زياد؟ اوكي تمام يا دكتور حد عايز يستفسر حاجة تانية إن شاء الله ينزل على ال اس الأسبوع الجاي طبعا احنا كنت اتفقت معاكم المره اللي فاتت ان ان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون احنا هنخلص النهارده ان شاء الله شابتر 5 هيكون في كويز من شابتر 1 ل 5 يوم السبت الجاي باذن الله كل سنه وانتم طيبين الامتحان هيبقى مواعيد رمضان من الساعه 1 فهيكون في 10 مينيت كويز من الساعه 1 لان في ناس قالوا ان النور بيتقطع عندهم الساعه 2 فعشان ما اخليش الامتحان في الاخر هخليه في اول المحاضره من واحده يعني مسموح لك هو ما هيفضل مفتوح من واحده لواحده وربع لكن هو وانس دخلت الامتحان هيقفل بعد 10 مينيتس اول ما تخلص وتعمل سبميت مسموح لك 10 مينيتس بس تحل فيه ام اس ام كيو كويز وبعد كده نبتدي المحاضرة بعدها على طول إن شاء الله محاضرة عادية من إيه هتبقى من الساعة واحدة وعشرة مثلا أو واحدة وربع أحمد أيمن اتفضل دكتور هو مسموح لنا نستخدم اس عادي كيو والستاك والحاجات دي ولا أنا هنتفق مع بعض في الديسكشن بتاعه البروجكت اي حاجه عن البروجكت اتفقوا معاها مع مهندسة في السكشن اوكي okay. عشان ما ندخلش في ديتيلز دلوقتي عن الكود فادي دكتور هو ينفع في الكورس السؤال نرجع له يعني اللي عندي نرجع له عندي ولا لا الايه مش سامعه معلش ينفع يعني ينفع ينفع. السؤال اللي انا السؤال اللي عندي في الكورس ينفع نرجع له تاني ولا لا ما ينفعش نرجع لا اعتقد ينفع في الالم اسال لو بس انت هتعمل صدمه مره, مرة واحده يعني ما ينفعش تدخل بقى في اكتر آه. من فرايه اوكي خلاص تمام شكرا تفادي خلاص ننزل خلص, خلص نكمل طب شابتر يبقى احنا الفور 4 ديفرنت algorithms اللي احنا اخدناهم ممكن اي واحد فيهم بيجي لك عليه مساله او في الامتحان وفي الميد تيرم هيجي لك مساله تحلها ب set وتنفذها وترسم لي الجانت شارت وفي نفس الوقت هي... انت مطلوب منك تعمل implementation للالجوريثمز بتاعته. طب انا دلوقتي في كل مره انا بختار من ريدي كيو one process to run on the processor. الحقيقة إن في بعض الأحيان الـ ready queue نفسه بقسمه إلى separate queues. بسمي الكيس دي بسميها multi level queue. يبقى في بعض الـ systems بتبقى عندها الـ ready queue is partitioned into separate queues. ويحدد تقسيم الـ partitions دي accordingly the type of processes إيه هي. فمثلا لو عنده interactive processes بيحطها في one queue بيسميه الـ foreground processes أو foreground queue. ال batch processes هيحطها في الباك جراوند ready queue، كأنه استم ال ready queue إلى two queues، واحد فيهم لل foreground processes وواحد للباك background processes، وكل process بتفضل permanently in some queue. لو هو استم ال ready queue بالصورة دي، فبيحدد different scheduling algorithm لل processes اللي موجودة في كل queue منهم، فمثلاً ال processes اللي موجودة في ال foreground كيو او الفور جراوند ريدي كيو ممكن يديها مثلا سكيدجولينج الجوريثم راوند روبن بينما الجزء من ريدي كيو اللي هو بيمثل لي الباك جراوند بروسيسز فممكن اعمل في الجوريثم مثلا فيرست كام فيرست لان انا ايه ما مه... يهمني او مش ما مه... يهمنيش الريسبونس تايم للبروسيسز دي بينما الفور جراوند يهمني انهم يكونوا انتر اكتف فبديله راوند روبن عشان اصغر الريسبونس تايم

لكن ده ممكن يؤدي الى ستارفيشن يبقى الطريقه الاولانيه اللي هي الـ fixed priority scheduling بيقول لي بيعمل سيرفنج الاول لكل البروسيسز اللي موجوده في highest priority كيو وبعدين يتنقل للسكند كيو وياخد منه البروسيسز لكن لو عمل كده ممكن يحصل ستارفيشن يعني ايه يعني ممكن يفضل دايما يسيرفنت فور جراند ويأجل الباك جراوند يبقى لازم يضطر يحل تاني مشكله الايدجينج لكن هو دلوقتي بطريقه المالتي ليفل هيدي هيقسمهم accordingly على حسب الـ بتاع البروسيسور ايه هي وهيقسمهم إلى different queues. فممكن الطريقة الأولانية عشان يقسم الـ time ممكن يعمل fixed priority scheduling. الطريقة الثانية أو طريقة ثانية اسمها time slice. time slice يعني إيه؟ يعني كأن هو مش مش يفضل ماسك في queue واحد لغاية لما يخلص كله وبعدين يتنقل اللي بعده، لا ده هيوزع وقت البروسيسور بحيث يدي كل queue منهم percentage of time. فـ each queue gets a certain amount of CPU time which it can schedule among its processes. يعني كأنه هيقول لي مثلاً في percentage of time لل foreground processes وبعدين أتنقل الباقي الـ time للـ second queue. للـ second ready queue. فمثلاً هقول له هختار مثلاً 80% من الوقت الـ processor للـ foreground processes واشتغل round-robin. 20% اللي فاضلين أشتغل الباك background processes in first come first served. كده يبقى هو قلل الاحتمال, الاحتمال أنه يحصل starvation. لأنه لو أخذ بطريقة الفيكسد fixed priority هيفضل دايما يشغل الـ highest priority ويأجل الـ lowest priority. ده ممكن يؤدي إلى starvation. فعشان يحل البروبلم problem دي قال لك أنا ممكن أقسم وقت البروسيسور processor بحيث أدي percentage of time للـ الاولاني أولاني أو لل الـ high priority queue بعدين باقي الـ time أدي كيو second queue أو على حسب عدد الكيوز دي قد إيه. فهنا مثلاً في الاكزامبل ده هيدي 80% للـ first queue اللي هي الـ foreground وال 20% هيديها للـ background باستخدام مثلاً الألغوريزم زي first come first served. ممكن كمان يقسمهم إزاي؟ مثلاً عنده هنا ليفل queue with priority scheduling. have separate queues for each priority. قال لي أنا الـ operating system هتحدد ال priority level for the different processes. هيقسمهم إلى queues according to priority level. مثلا priority zero في set of processes, priority one, set of processes, priority two وهكذا. يبتدي schedule the process in the highest priority queue لغاية لما كلها تخلص وبعدين يبتدي ياخد اللي بعدها وهكذا. يبقى كأنه كده عمل إيه بالطريقة الأولانية اللي هي اسمها fixed priority. لكن برضو دي ممكن تؤدي إلى starvation. لكن هو قسمهم according لل priority level بتاعتهم، خلى كل جزء من الريدي كيو queue according ليفل وقسم وقت البروسيسور ما بين الـ البروسيسز اللي موجودة في نفس الكيو لغاية لما كلها تبقى served، يبتدي تنقل اللي بعدها وهكذا. ممكن مثلا يعملها according to the process type، عمل الـ priority according to تايب زي مثلا، قال لي إن التايبس types of اللي موجودة عندي ممكن تكون real time processes أو system processes interactive processes or batch processes. the highest priority one here real time then OS أو system processes then the interactive then the batch processes هيديهم hey, ال the priority according to the type of the process يبقى you ال know, highest priority هتكون real time then the system then interactive then the batch processes هيكون ليها ال lowest priority يبقى دايما serve ال highest priority وبعدين لما تخلص يدي اللي بعدها وهكذا هنا برضو يا اما يعمل Fixed بريورتي Scheduling او يقسم وقت البروسيسور ما بينهم لكن المهم هو ازاي يقسم الكيو بتاعه الى مالتي ليفل الحقيقه ان في طريقه تانية من تقسيمه الريدي كيو بيسميها مالتي ليفل فيدباك كيو في الحاله دي بيسمح ان البروسيس تتنقل فروم one كيو to another. A process can move between the various queues. بالطريقة دي هو حل مشكلة الـ aging can be implemented this way. يعني مثلا الـ process لو فضلت موجودة في نفس الـ queue لمدة طويلة فممكن أعمل لها upgrade أو أرفعها إلى الـ highest priority queue. يبقى كده حل مشكلة الـ aging. يبقى في الـ multi level feedback queue بيسمح للـ process إنها تتنقل from one queue to another. لكن لازم ياخد في اعتباره في حالة الـ multi level feedback queue بعض الـ يعني مثلاً عدد الكيوز queues scheduling اللي هيطبقها for each queue ايه الـ method اللي هيستخدمها to upgrade the process يعني ينقلها إلى highest priority queue أو لو في ميثود هو تو to downgrade أو to demote the process يعني ينقلها الى lowest priority queue أو ايه الطريقة ميثود عشان يعرف ايه which queue the process will enter when the process needs service محتاجة تتنقل إلى أي queue تاني. إذن في نوع تاني من, الكيو من الـ من ال ready queues ممكن أسميها multi-level feedback queue. وناخد example على الكلام ده مثلا أنا عندي في multi-level feedback queue قال لي إن أنا عندي 3 different queues. Q note، Q1، Q2. يبقى هقسم ready queue إلى 3 queues. الـ Q note أو أول first queue، scheduling algorithm فيه هيكون round-robin with time quantum 8 milliseconds. Q1 will be served as round-robin with time quantum 16 milliseconds. التالت هيكون q uh, Q2، و scheduling algorithm فيه هيكون first come first served. أول process هتدخل للـ system، اول ما New جوب هي انتر الميموري هدخله في الاول في الاول كيو اللي هو كيو نوت كيو نوت بيستخدم راوند روبن وستاين كوانتم 8 يعني كانه هيدخلهم بالترتيب وكل واحد يديله 8 ملي سكند والله لو البروسيس خلصت within the 8 ملي سكند يبقى هتعمل اكزيت للسيستم وخلاص يبقى كما لو كان اشتغلت first come first سيرت لكن لو احتاجت تايم اكبر من 8 في الحاله دي هعمل ايه هنقل البروسيس دي الى السكند كيو اللي هو كيو 1 كيو 1 بيبقى سيرفت از فيرست كام first سيرفت آه بيشتغل في كيو 1 بيشتغل المفروض راوند round -round with تايم كوانتم 16 هاخدهم بالترتيب لو خلصت within ال 16 دول يبقى يعني هي كانها توتال تايم بتاعها اصبح كام 24 لو توتال تايم أقل من 24 هيحصل لها exit، يبقى كما لو كان الكيو ال Q1 اشتغل first come first served، خدهم بالترتيب. لكن لو احتاجت تايم أكتر من ال 24، يبقى كأنها بعد ما خدت كمان ال 16، لسه ما خلصتش، يبقى هنقلها إلى Q1، وتبقى served as first come first served. يبقى a new job enters QNote، which is served first come first served، خدهم بالترتيب، على ودي كل واحد فيهم 8. When it gains CPU, job receives 8 milliseconds. If it doesn't finish in 8 milliseconds, هتبقى moved to Q1. At Q1, job again served first come first served receives 16 additional milliseconds. If it's still not complete, هتبقى printed and moved to Q2. يبقى احنا دلوقتي أخذنا الـ الـ four scheduling algorithms وقلنا لو ready queue كان large أو عدد البروسيس اللي فيه كتير هيضطر يقسمه إلى مجموعة من الليفلز. والله لو قسمه حسب البريورتي فبيبقى فيه مجموعة من الـ ready queues وكل واحد له scheduling algorithm مختلف وكل بروسيس بتفضل موجودة في الكيو بتاعها. لكن لو أنا هعمله فيدباك queue هقدر كمان انقل فروم وان queue to another. اتفضلي يا مايا. يعني كان في حتة وقعت مني بس في ال تقريباً قبل الـ Multi-Level Feedback على طول. هنا. السلايد آه آه اللي قبل دي. السلايد اللي قبل دي قال لك أن أنا أقسم Ready كيو إلى Set of Queues. كل كيو queue في نفس الـ Processes اللي ليها نفس الـ Priority Level. وأقسمهم على حسب بقى الـ Scheduling Algorithm اللي هياخده، ممكن مثلاً ياخدهم Round-Dropped. هي هيسيرف الأول first queue, then second queue, then third queue هكذا. نفس الفكرة. بس أنا هنا حطتهم مش according to type of processes, according to the priority level of the process. ده كان example. هنا كان مقسمهم according to the type of process. Process type. ممكن تبقى real-time, ممكن تبقى system, ممكن تبقى interactive, ممكن تبقى batch. ده هو نوع الـ process على أساس إيه هقسم ready queue ده. Okay يا مايا؟ تمام بس يعني كل كيو بيبقى ليه priority بتاعته عادي صح كده؟ ما هو نا... على حسب انا مقسمة ازاي خلاص انا بقول كل انا مقسمة الكيو نفسه highest priority عن second كيو انا هاخد scheduling algorithm ايه في الكيو دوت على حسب بقى هوزع round robin اخد اي algorithm انا عايزاه جوه نفس الكيو لكن هو من كيو للتاني كل كيو هاي بريرتي عن اللي تحت اللي بقى تحتيه. اه زي نفس فكرة الفور جراوند والباك جراوند بروسيس تمام يبقى احنا دلوقتي اخدنا الفور ديفرنت سكيدجولينج الجوريثمز واخدنا ايه المالتي ليفل كيو سواء كنت هعمله مالتي ليفل كيو تبقى كل كيو له سكيدجولينج الجوريثم مختلف والبروسيس تبقى في نفس الكيو ولا هعمله كمان فيدباك كيو اوكي هتلاقوا ان شاء الله نزل لكم شيت 5 انتوا وصلتوا لغايه فين في السكشن؟ حد معايا؟ خلصنا شيت خلصت 3 خلصتوا 4؟ خلصتوا الشيت 4 ولا لسه؟ لا خلصنا الشيت 3 طيب يبقى الاسبوع ده ان شاء الله هتشتغلوا في شيت 5. هتلاقوا شيت 5 اوريدي نزل عندكم في مسالتين من شيت 5 هتلاقوها موجود. لو بعد ما تخلصوا بالظبط المحاضره لو فتحت ال ام اس هتلاقيها نازله كاساينمنت في مسالتين من شيت 4 جرب كده تحلها وتبعتها كأسايمنت قبل السكشن الجاي يعني لغاية الثلاثة 19 بالليل مسموح لك تنزل الحلول بتاعة المسائل دي وهتحلوها إن شاء الله في السكشن الجاي بإذن الله. أوكي؟ يبقى المطلوب منك الأسبوع ده هتحل مسائل شيت 5 uh هتحلها كأسايمنت الأسبوع الجاي يوم السبت إن شاء الله امتحان من شيت من شابتر 1 لغاية شابتر 5. كل حاجة امتحان MCQ الساعة واحدة تبلغوا الناس اللي مش موجودين. اوكي؟ okay. نكمل باقي الشابتر لسه ما خلصناهوش، في الشابتر ده اللي فاضل عندي جزء صغير اللي هو الثريد سكيدجولينج، ده جزء نظري مفيش عليه مسائل. نفتكر بس الثريد كنا بنعمل ايه في بالنسبة للثريدز؟ لو كنتوا ذاكرتوا شابتر 4 احنا قلنا في عندي تو تايبس من الثريدز، في يوزر ليفل ثريدز وفي كيرنل ليفل ثريدز. طالما انا بعمل ثريد بشتغل على الثريدز يبقى الثريدز هي اللي هتبقى سكيدجوالد نوت بروسيس لو انا عندي المالتي ثريدنج موديل كان من التايب ميني تو ميني او تو ليفل موديل كان في الثريد لايبراري كانت تعمل سكيدجوالنج لليوزر ليفل ثريد تو ران اون لايت ويت بروسيس لو فاكرين كده كنت في عندي ميني يوزر ليفل ثريدز ماب تو سمولر نمبر اور ايكوال من الكيرنل ثريدز كان في data structure اسمها lightweight process بتبقى بختار واحدة من ال user level threads to run on a lightweight process دي data structure بسميها lightweight process المفروض ان ال scheduling هنا بختار one user level thread to run on a lightweight process كل واحدة من lightweight process بتبقى attached one kernel thread ال kernel threads هي اللي هتبقى scheduled to run on the physical processor يبقى في system Z, thread library هي اللي هتسكجل ال user level threads to run on a lightweight process. نوع ال scheduling اللي بيتم فيه اختيار one user thread to run on a lightweight process بسميه process contention scope. يبقى هنا thread library هتعمل scheduling لل user level threads to run on a lightweight processes. بسمي ال scheduling ده process contention scope. ليه؟ <سؤال> <سؤال> since <"Sensus> scheduling competition is within the process، لأن هو بيختار one thread من ال process ويعملها attachment أو يعملها running on the lightweight process as a virtual processor. طب هيختارها على أساس إيه؟ على حسب ال priority set by the programmer، ال programmer كتب ال بتاعته، الكود بتاعه في multi-thread، وهي مفروض إن هو ممكن كمان ي set ال priority of the different threads. According to the priority set by the programmer, scheduling within the process, one thread to run on a virtual processor is more lightweight process. Bas semi no scheduling Bas process contention scope semi process contention scope and the scheduling competition within the process and a competition between the threads of the same process according to the priority set by the programmer. The kettle kernel threads من الـ processes كلها هختار بينهم مين اللي يران on the physical processor. بسمي نوع تاني من الـ scheduling، بسميه System Contention Scope. يبقى الـ kernel thread scheduled onto available CPU. بسمي الـ scheduling ده، بسميه System Contention Scope. وبيبقى الـ competition among the threads، all the threads in the system، الـ threads بتاعت كل الـ processes. يبقى في عندي نوع تاني من الـ scheduling، بسميه System Contention Scope. competition بتكون ما بين all threads in the system threads من كل ال processes بي schedule ما بينهم مين اللي يعمل running on the physical processor يبقى أنا عندي two types في حالة ال thread scheduling في نوعين من ال scheduling نوع بسميه process contention scope لو هو هيستخدمه في حالة ال many to many or two level model هيختار one من ال user thread to run on a lightweight process according to the priority set by the programmer اللي بيحدد لي السكيدجول سكوب ده هي ايه الثريد لايبرري الثريد لايبرري الكومبيتيشن ما بين الثريدز ان ذا سيم بروسيس فبسميه بروسيس كونتينشن سكوب بعد كده كل واحده من لايت ويت بروسيس كونكتد تو ا كيرنل ثريد الكيرنل ثريدز كل البروسيسز مقابل لكل البروسيسز هيحصل بينهم سكيدجولينج اون ذا فيزيكال بروسيسور النوع ده من السكيدجولينج ده اللي بسميه سيستم كونتينشنال سكوب سيستم كونتينشن سكوب احنا متفقين ان الثريد library بتديني بعض الاي بي ايز اللي انا هستخدمها البروجرامر ممكن يستخدمها عشان يقدر يتعامل مع الثريدز وخدنا البي ثريد اللي هي في حاله البازكس سيستم اليونكس واللينكس والماك ممكن استخدم البي ثريد طب البي ثريد ايه هي الاي بي ايز اللي موجوده عندي الاي بي ايز الاو لازم ممكن تحدد البروس contention سكوب ولا سيستم contention سكوب وهي بتعمل ثريد creation. ففي one API اسمها pthread scope process to schedule threads using process contention scope scheduling. وفي another API اسمها pthread scope system to schedule threads using system contention scope scheduling. بعض السيستم زي Linux وMac بتسمح بس أو تجيني بس الAPIs اللي تعملها pthread scope system. في 2 APIs موجودين عندي هنا اللي هي اسمها pthread attribute set scope. و Pthread Attribute Get Scope لو هو عنده uh, Some Thread وعايز يعرف إيه To Set Scope هي set الـ Scope يا إما ل Process Contention Scope أو System Contention Scope في الـ Get Scope هيقول لي هي Return Some Integer Value عشان يحدد لي هو شغال uh, Process في أي حاجة دلوقتي هل هو بيعمل Process Contention Scope ولا System Contention Scope يبقى الـ Pthread Enter Process Communication Provide Two Functions To Get And Set The Contention Scope Policy يا إما بيحدد pthreadAttributeSetScope أو pthreadAttributeGetscope. أول parameter في الاثنين بيجيني الـ set of attributes. The first parameters for both functions contain the pointer to the attribute set of the thread. تاني parameter هيبقى يا إما integer value to set the scope to this value سواء so كانت set um, uh, process أو system، والتانية هي يديني pointer لinteger value تحدد ليها هو شغال process contention scope ولا system contention scope. يبقى second parameter for pthread attribute set scope uh, function is passed either يأما يديني integer value مقابلة مثلا هي ديهم 1 و 0 على الحاسب أنت موجودة في code A pthread scope system or pthread scope process to indicate how the contention scope is to be set. في function اللي اسمها get scope هيبقى فيه pointer للinteger value. هنا فيه pointer للinteger value. اللي هيبقى set للcurrent value of the contention scope. لو حصل error من execution لأي واحدة من two functions دول each of this function returns non-zero value. يبقى returned value لو كانت non-zero يبقى معنا كده ان فيه error في الfunction سواء كانت set scope أو get scope. ده example ل C program بيعمل بيستخدم pthread library. طبعا هيعمل include الـ pthread.header file وهيستخدم الـ scheduling APIs اللي موجودة عندنا. آجي الـ main program أنا عاملة هنا declaration للـ id the array من الـ threads فيه number of threads وآجي الـ thread attribute. هيعمل initialization للthreads threads attributes of the thread to, أو هي set الـ attributes of the thread to the default attributes. ممكن مثلاً أطلب منه to get the scope فبقول له هنا if pthread attribute get scope of attribute with scope not equal zero يبقى في الحالة دي احنا قلنا لو return value not equal zero يبقى في الحالة دي في error هي print f unable to get scheduling scope else هي return some value هتشك بقى ال ال integer value اللي هو الخاص بالسكوب لو كان مقابل p pthread scope process هعمل print p pthread scope process else هيبقى بيمثل لي pthread scope system هبتدي اعمل print pthread scope system Otherwise هيعمل printing الـ legal scope value. لو عمل return الـ some integer value غير الاثنين دول. في نفس الـ example ممكن مثلا أقول له عايزة أعمل API، أستخدم الـ API اللي هي to set the scheduling algorithm to process contention scope or system contention scope. فممكن أقول له مثلا هنا set scope to pthread scope system، على حسب الـ pthread scope system فيه إيه. في الـ example ده هنا هي create uh, array of threads for i equals 0 number of thread هيعمل thread create الـ thread attribute والـ uh, thread id والـ attribute والـ runner function اللي هيتم فيها الـ execution of the thread نفسه بيتنفذ في runner function. ممكن اخلي المين main program يعمل join للـ uh, للـ child thread بي pthread join ادي for loop من 0 إلى الـ number of thread هيقول هنا pthread join thread id ونال. نقل no. يبقى الانفورميشن الخاصه بالاوبريتنج سيستم كل ثريد هيتنفذ فيه الرانر فانكشن بديله هنا مثلا سام بارامتر هيعمل دوينج سام ورك وفي الاخر لازم يعمل اكزيت اول ما يعمل اكزيت يبقى البيرنت ثريد اللي كان مستني في الجوين ممكن ينفذ اكتب له هنا مثلا سام برنت اف فانكشن يعمل لها برنتنج يبقى انا نفذت الايه المين بروجرام يبقى اخر جزء كان في شابتر 5 ده جاست اللي هو الجزء اللي فيه الاكزامبلز عن الكلام اللي خدناه في الشابتر في الاكزامبل ده هو بيتكلم فيه عن الثريد scheduling وبعض الاي بي ايز اللي بتستخدم في البي ثريدز لو حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي كده احنا خلصنا شابتر 5 اللي هو السي بي يو سكيدجولينج الكويز ان شاء الله من شابتر 1 ل 5 والاساينمنت اللي موجوده عندك مسائل على الفور algorithms اللي هي اللي انت اخدتها الأربعة ألجوريزمز اللي اتكلمنا عليهم النهارده. حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال لغاية دلوقتي؟ هنبتدي دلوقتي بس introduction في شابتر 6 لأن شابتر 6 كبير جدًا، فناخد جزء صغير introduction ونبتدي فيه إن شاء الله المرة الجاية. بإذن الله في رمضان المحاضرة من واحدة لغاية اتنين ونص أعتقد. عمر نادر اتفضل. أسأل يا دكتور هو الجيت Get Attribute Get ده بيبقى شغال على ايه وهو لسه ما عملش كريت للثريد لا ما اكيد هيكون عامل هيجت ده بيقول لي بس لو انا استخدمته هي integer انتجر فاليو عشان يحدد لي السكوب لكن هو طبعا لازم يكون اصلا عمل كرييت كرييت للثريد تمام شكرا كرييت example بس احمد دكتور معلش ممكن نعيد اللي هو example تاني اللي هو الكود عشان ما فهمتوش قبل هنا في الكود في المين بروجرام ممكن اطلب اعمل انشلايز للست اوف اتريبيوت اهو بست... احنا خدنا المره اللي فاتت الاي بي اي اللي هي بي ثريد اتريبيوت انشلايز دي موجوده في شابتر 4 هنا مزود بس في الشابتر ده تو اي ايز واحده اسمها جيت سكوب واحدة اسمها set سكوب set سكوب هتقول لي هتسيت السكوب تو سام فاليو الجيت سكوب هتريتيرن انتجر فاليو يقول لي انا شغاله scheduling باي طريقه فهو هنا مجرب كده في المين بروجرام يقول لي لو انا عملت كولينج مثلا ليه الاول هم... طبعا هنعمل ايه انشلايز الاتريبيوت of the thread لو طلب ان هو يعرف الكرنت إيه سكوب ايه فهيكول الاي بي اي اللي اسمها get scope وعلى حسب الـ return فاليو هيعرف هي هو process سكوب ولا السيستم سكوب pthread سكوب system ولا pthread سكوب process؟ هنا مستخدم نفس بي APIs اللي احنا أخذناها المرة اللي فاتت تشابتر 4 اللي هي pthread create to create a thread وممكن pthread join لو أنت عايز تعمل waiting for a child thread في التشايلد child أو في الـ في الثريد thread نفسه هيتنفذ في الـ function اللي اسمها runner بيعمل some work هو مش كاتب هنا الكود طبعًا وفي الآخر بيعمل إيه؟ exit اول ما يعمل اكزيت يبقى يرجع للبيرنت يشوف عن ايه اللي موجود بعد الـ الـ instruction دي ينفذها او يرجع للبيرنت وكونتينيو execution بتاعته مش منس احمد لو ليك سؤال محدد في الكود اوكي هنبتدي يعني ان شاء الله دلوقتي مقدمه بس في chapter 6 هنرجع للبروسيسز مره تانيه وعايزين نعرف البروبلمز بتاعتنا اللي احنا محتاجينها او الفانكشن تانيه من البروسيس مانجمنت ازاي اعمل سينكرونايزيشن ما بين ديفرنت بروسيسز فيما بينهم كوميونيكيشن هنا الكوميونيكيشن نتيجه وجود شيرد داتا ما بين البروسيسز وبعضها هل في سام سينكرونايزيشن تولز ممكن ان انا اخدهم ولا لا لو حد فيكم بيرجع للريفرنس هتلاقي ان شابتر 6 بيتكلم فيه عن سنكرونايزيشن تولز وشابتر 7 بيتكلم فيه على بعض الاكزامبلز عن او بعض البروبلمز اللي ممكن يحلها باستخدام السنكرونايزيشن تولز دي السلايدز اللي هتلاقوها نازله على عندكم على ال LMS موجود فيها كومباينيشن من شابتر 6 و7 مع بعض واسمهم شابتر 6 يعني انا ضمت تو شابترز في شابتر واحد على السلايدز بحيث ان احنا كل سنكرونايزيشن تول ناخدها ناخد وراها على طول المسائل المقابله ليها بيبقى احسن في الاندرستاندنج انك تاخد التول وتاخد اكزامبلز عليها لكن هو في الريفرنس عامل تشابتر بس للسنكرونايزيشن تولز وتشابتر تاني يحل البروبلمز باستخدام السنكرونايزيشن تولز اللي اتاخدت قبل كده فتلاقوا طريقه السلايد ال مختلفه شويه عن الريفرنس ان هنا موجود في كل سينكرونايزيشن تول وبعض المسائل المحلولة عليها مباشرة بحيث ان احنا نقدر نفهم التولز دي بتعمل ايه الحين الشابتر ده هو اكبر شابتر موجود في الكتاب واعلى ويت بيجي في الامتحان سواء كان في الفاينل وهيجي طبعا منه جزء في الميد تيرم برضو بس مش نخلصه وبناخده على اكتر من مرة يعني ممكن ناخده ثلاث مرات او مرتين ونص بناخد فيه بس في شابتر 6 هو متقسم الحقيقة ل الجزء الإنترودكشن اللي هنقولها دلوقتي ومتقسم بعد كده إلى 3 different tools. كل مرة يفضل إن احنا ناخد تول لوحدها بالاكزامبلز بتاعتها عشان الناس تحاول تفهم شوية أو ما يحصلش في مشكلة في فهم ال synchronization tool دي. وهتلاقوا نفس البروبلمز ممكن أحلها باستخدام different synchronization tools. احنا متفقين مع بعض إن احنا بنعمل multiprogramming بحيث إن فيه أكتر من process ممكن يحصل لها execution concurrently. لو كانت الـ Processes دي Co-Operating Processes، معنى كده إن هما بيحصلهم Execution Concurrently وفي بينهم Shared Data. الحقيقة إن الـ Concurrent Access to Shared Data ممكن may result in Data Inconsistency. Data Inconsistency يعني يحصل Wrong Out Of Data. إحنا هنعرف النهاردة الـ Problem إيه هي؟ ونبتجي نحلها بعد كده إن شاء الله في كل محاضرة نحط طريقة نحل بيها الـ ال ال problem اللي هي بتاعة ال data inconsistency دي نشوف هنحلها إزاي to maintain data consistency require mechanism to ensure the orderly execution of cooperating processes يبقى الفكرة عندنا إن إحنا عندنا set of cooperating processes الـ set of processes دول sharing some data لازم نتيجه sharing of داتا بيحصل حاجه اسمها race كونديشن هنعرفها دلوقتي مع بعض الريس كونديشن دي بتخلي لي output اللي طالع بيخ... ممكن يطلع لي داتا رونج داتا الا لو انا استخدمت synchronization tool علشان احدد بيه الاوردر اوف اكسكيوشن اوف كو اوبريتنج processes. طب تعالوا نشوف البروبلم دي جات لي منين نحاول نحل مع بعض الأسائنمنت اللي احنا اخدتها أول اساينمنت كنت طلبتها منكم كان عندي Producer-Consumer Problem وكان في Bounded Buffer. الالجوريثم اللي كان موجود في سلايس في شابتر 3 كان بيملى البافرز كلها وبيسيب one لوكيشن فاضي طلبت منكم في اول اسايمنت انك تعمل تصليح في تعمل modification في الالجوريثم بحيث تتاكد ان كل البافرز دي كانت مليانه نشوف هنعملها ازاي Suppose that we wanted to provide a solution to the consumer producer problem that fills all the buffers. We can do so by having an integer counter that keeps track of the number of full buffers. Initially, counter is set to zero. It is incremented by the producer after it produces a new buffer and decremented by the consumer after it consumes a buffer. في ناس كتير حلوا نفس السوليوشن ده عشان حل البروبلم كل اللي بعمله ان انا هغير الكونديشن اوف فول بافر Empty Buffer. لو فاكرين البروبلم كان عندي producer and consumer sharing circular buffer كان في condition for full buffer اللي تخلي producer ما يقدرش يشتغل وكان في condition لل free buffer لو الـ consumer ما يقدرش يشتغل الـ producer ما يقدرش يعمل produce if the buffer is full consumer ما يقدرش يعمل consume لو الـ buffer is empty المشكلة إن الكود اللي كان موجود في شابتر 3 كان بيخلي فيه one location فاضي عشان أتأكد إن كل الـ locations بقت full أعمل إيه؟ كل حكاية أنا هزود one variable اسمه counter، counter ده initialize to zero، ده بيعد number of full buffer، كل ما الـ producer يعمل producing item، هعمل له إيه؟ ه incremental buffer، incremental counter، هعمل increment للكاونتر، كل ما الـ consumer ي item، هعمل decrement counter باستخدام الطريقة دي هلاقي إن فعلًا كل الـ locations اللي موجودة في الbuffer كانت مليانة. يبقى ده الكود بتاع Producer ومتأكدة فيه إن كل البفر هيبقى مليان مفيش أي empty location. أجي while true هعمل produce ل item in next produced ده ال variable بتاعي next produced. ال condition of full buffer إن ال counter equal buffer size يبقى while counter equal buffer size do nothing بتعملش حاجة أو do no operation. لكن لو كان Buffer في مكان فاضي يبقى الـ Condition دي هتبقى false هعمل ايه هاخد next produced واكتبه في البفر في المكان اللي بيشاور فيه البوينتر ان يبقى البفر اوف ان ايكوال و increment وانكريمنت in الان واخد في اعتباري البرسنتج بفر سايز لان هو ده سيركلر بافر بعد كده هعمل انكريمنت للكاونتر بالنسبه للكونسيومر <applause> while true while counter equal do nothing اجي لكن لو كان البفر فيه داتا يبقى هيبتدي يعمل كونسيوم يبقى هياخد الداتا اللي موجودة في البفر في المكان اللي بيشاور عليه أوت ويحطها في الفاريبل variable next consumed وincremental out percentage بفر سايز وبعد كده decremental الكاونتر then consume the item in next consumed الكود بالصورة دي بيعمل ايه؟ بيتأكد فعلا إن كل البفر بتاعي مليان مفيش أي مشكلة يعني ده كان Solution للاساينمنت اللي احنا أخدناها في شابتر 3. المشكلة الوحيدة إيه؟ لو بصينا كده للكود بتاع البروديوسر والكونسيومر هو حل البروبلم وتأكد إن البفر كله مليان لكن في حاجة تانية إيرور تاني هيطلع من الكود دوت إيه هو؟ الانستراكشن اللي اسمها incremental counter والانستراكشن اللي اسمها decremental counter دي موجودة في كل من البروديوسر والكونسيومر معنى كده إن فيه Variable، Shared Variable اسمه Counter، موجود ما بين، Shared ما بين الـ Producer والـ One process بتعمل له Increment، وone process بتعمل له Decrement. يبقى الـ Instructions اللي هي Incremental Counter وDecremental Counter، موجودة دي موجودة في الـ Producer ودي موجودة في الـ Consumer. عشان يطلع لي Correct Output، لازم الـ Instructions دي must be performed atomically. كلمة Atomically يعني إيه؟ يعني must be completed without interruption. كلمة atomic operation means an operation that completes in its entirely without interruption. يعني لازم يك... ينفذ الكاونتر incremental counter لغاية لما يخلص الاكسكيوشن بتاعها وبعد كده يبتدي يعمل ديكريمنت للكاونتر في البروس الثانية أو لو الكونسومر عمل ديكريمنت يخلص الأول الديكريمنت وبعد كده ممكن البرودوسر مسموح له إنه يعمل إنكريمنت يعني معنى كده إن التو انستراكشنز دولت ما ينفعش إن هما يتنفذوا at the same time ما ينفعش إنهم يتنفذوا concurrently لكن لازم يتنفذوا ايه atomically كلمه atomically يعني اي واحده فيهم must be performed atomically يعني must be completed من غير ما يحصل لها interruption ليه لان الحقيقه ان كل instruction منهم ال execution بتاعها محتاج multiple machine cycles مش one machine cycles بس والتايم اللي انا بختاره على البروسيسور بيكون in the unit of machine cycle فمثلا الانستراكشن اللي هي incremental counter لو كان البروديوسر بيعمل execute للincremental Counter الـ الامبلمنتيشن اوف ذس انستراكشن هيتم في 3 ماشين سايكلز الأولانية هتعمل إيه؟ هتلود ريجستر 1 أسيوم إن ريجستر 1 ده 1 ريجستر في البروسيسور هتلود ريجستر 1 with the value of counter then increment ريجستر 1 then store the content of ريجستر 1 in the location counter

إيه اللي يحصل لو حصل interleaving للinstructions اللي اسمها incremental counter والinstructions اللي اسمها decremental counter مع بعض؟ يعني لو حصل تداخل في الاكسكيوشن execution ما بين التو statements دول، إيه اللي هيحصل؟ هيطلع لي wrong output، يعني مثلا say إن الكاونتر كان initially 5 أي واحد كده يقول لي لو الـ producer اشتغل في الأول وعمل producing to one item وخلى دخل في ال في buffer one item هيك. معنى كده ان الكاونتر هيبقى 6 لو جه الكونسيومر يكونسيوم هيرجعه 5 تاني يعني المفروض ان الاكتوال نتيجه الاكسكيوشن واحد بيعمل انكريمنت واحد بيعمل ديكريمنت للكاونتر لازم الكاونتر يفضل 5 زي ما هو لكن الحقيقه ان انا لو عملت انترليفنج للاكسكيوشن اوف ذيس تو انستراكشنز الاوتبوت بتاعي هيكون يا اما 4 يا اما 6 وبالتالي هيجيني رونج اوتبوت على حسب ترتيب الاكسكيوشن بتاع البروسيسز دي مين فيهم هتخلص في الاخر تعالوا نسبة الكلام ده. say مثلا الـ time 0 الـ producer الأول هيكسكيوت الـ first machine instruction عنده اللي هي load register 1 with the value of counter. أصبح دلوقتي register 1 contains 5. لو جه مثلا الـ time 1 الـ producer برضو هيبقى scheduled وهيختار إنه يكسكيوت تاني statement اللي هي إيه increment register 1 يبقى register 1 أصبح فيه 6. لو جه الـ time 2 ما اداش فرصة للبروديوسر إنه يخلص لكن عمل إيه؟ schedule consumer يبقى الكونسيومر هيتنفذ أول statement عنده اللي هي load register 2 with the value of counter يبقى معنى كده إنه هيخلي إن إيه register 2 containing 5. لو جه الـ time 3 schedule consumer مرة تانية وعمل decrement للـ content of register 2 أصبح register 2 في 4. لو جه الـ time 4 الـ هو اللي scheduled هينفذ تالت ستيتمنت عنده يعني هيعمل ستورنج لريجستر 1 ان ذا فاليو ان ذا لوكيشن كاونتر اصبح الكاونتر فيه 6 طب لو جه ات اس 5 ات تايم 5 هينفذ اخر ماشين انستراكشن من بالنسبه للكونسيومر اللي هي كانت بتعمل ايه لود ريجستر 2 في ستور ريجستر 2 في اللوكيشن كاونتر يبقى اصبح دلوقتي كاونتر الموجود فيه كام 4 فاصبحت اللاست فاليو اوف كاونتر اخر فاليو للكاونتر اصبحت 4 لو انا بدلت اس 4 واس 5 يعني خليت الاول الكونسيومر ينفذ ستورنج ريجستر 2 في الكاونتر هيبقى الكاونتر في 4 وخليت ان اخر واحده هي البروديوسر هيبقى الكاونتر موجود في 6 اذا اخر ريزلت عندي بتعتمد على ترتيب الاكسكيوشن او مين اخر بروسيس هتتنفذ لو حصل كده بقول ان حصل ريس كونديشن ريس كونديشن يبقى كلمه ريس كونديشن يعني ايه؟ the situation where several processes access and, and, manipulate shared data concurrently. The final value of the shared data depends upon which process finished last. يبقى الـ race condition حصلت هنا ليه؟ الـ race condition حصلت في الـ variable اللي اسمه counter نتيجة إن أنا عملت interleaving للـ execution of the two statements اللي هما incremental counter و decremental counter كل من الكاونتر فاريبل ده كان شيرد ما بين البروديوسر والكونسيومر واحده بتعمل له انكريمنت باي 1 وواحده بتعمل له ديكريمنت باي 1 لو عملت انترليفنج للاوبريشنز دي مع بعضها الفاينل ريزلت بتعتمد مين فيهم اللي هيخلص في الاخر فبقول ان حصل حاجه اسمها ريس كونديشن كلمه ريس كونديشن يعني في سيفرال بروسيسز بتحاول انها تعمل مانيبيوليشن للشير داتا الفاينل فاليو بتبقى depending on which process finished last. To prevent race condition لازم اعمل ايه؟ concurrent processes should be synchronized لازم اعمل synchronization للoperation ما بين the two processes. يبقى الatomic operations اللي هي incremental counter و decremental counter عشان امنع race condition لازم اخلي كل واحدة فيهم تتم as an atomic operation يعني يخلص الإنكريمنت الأول وبعدين يعمل الـ consumer يعمل decrement. او الكونسومر يخلص الاول وبعدين البروديوسر يعمل انكريمنت يبقى كل واحده التو انستراكشنز اللي هي انكريمنتال كاونتر وديكريمنتال كاونتر ماست بي بيرفورمد اتوميكلي اتوميكال يعني ايه يعني ماست بي كومبليتد وذاوت كده انا عملت بريفنت للريس كونديشن كلمه ريس كونديشن يعني اكتر من بروسيس بيحاولوا يعملوا اكسسنج للشورت داتا الفاينل فاليو هتعتمد على ويتش بروسيس فينش لاست كإكزامبل تاني مثلاً لـ race condition، say مثلاً عندي two processes، process P-note وprocess P1. process P-note عملت execute لـ statement اسمها fork. fork دي بتـ return الـ BID of some child process. وـ P1 بتعمل برضه fork وهتـ return الـ BID of the child process of P1. P-note لما تيجي تنفذ الـ fork، بتعمل request للـ PID لل من some kernel variable اسمه next available PID لو فرض ان هما الاتنين عملوا Accessing للvariable ده at the same تايم في الحاله دي الريتيرن بي اي دي هيكون نفس الرقم للتو Processes. اذا انا لو كان في variable شيرد ما بين الاتنين لازم لو one Process بتعمل له اكسسنج لازم اخلي الثانيه تستنى لغايه لما الاولانيه تاخد الرقم وبعد كده اعمل انكريمنت للفاريبل عشان الريتيرن بي اي دي ما يبقاش متساوي في التو Processes. يبقى هنا في الـ في الـ example ده two processes P0 و P1 creating child processes using fork الـ race condition تمت في الـ variable اللي اسمه next available PID هو ده اللي بيمثل لي الـ next available process PID في ال example ده لو هما الاتنين بيعملوا accessing نفس الـ variable at the same time المفروض إن هيحصل لهم إيه return number هيكون هو هو للـ two processes يبقى الـ child لكل واحدة فيهم واخد نفس الـ PID طبعا ده wrong يبقى أنا عشان أمنع الـ race condition هنا لازم أعمل إيه؟ لو one process طلبت fork لازم أعمل إيه؟ أعمل lock للـ variable اللي اسمه next available PID أمنع الـ process التانية إنها تعمل له accessing at the same time الحاجة دي اسمها mutual exclusion mutual exclusion يعني ايه يعني لو one بروسس اكسس الشورت فاريبل لازم البروسس الثانيه تستنى لغايه لما الاولانيه تخلص ده اسمه mutual exclusion. لو ما كانش فيه mutual exclusion the same PID could be assigned to the two different processes وده طبعا غلط. يبقى أهم condition في عشان to solve the race condition إن أنا أحقق حاجة اسمها mutual exclusion. mutual exclusion يعني لو فيه shared data ما بين set of processes لو one process sharing accessing this shared data لازم باقي ال processes تستنى لغاية لما الأولانية تخلص يبقى كده أنا عملت حاجة اسمها mutual exclusion. احنا لغاية كده في شابتر 6 ده جاست introduction احنا عايزين نعمل ايه في شابتر 6 هنقعد ثلاث مرات نشرح شابتر 6 ده بالتفصيل عشان نحل بيه الكريتيكال البروبلم اوف ريس كونديشن ونشوف ازاي هنحلها باستخدام حاجه اسمها كريتيكال سكشن بروبلم اللي عنده اي اسئله لغايه دلوقتي يبقى المطلوب منكم لغايه يوم الاربعاء هتحل مسائل في الاساينمنت بتاعت شيت 5 هتلاقي فيه في assignment فيها 2 problems هتحلهم من الشيت قبل السكشن في السكشن هتحلهم مع ب... مع الباشمهندسه ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله هيكون في quiz من شابتر 1 ل 5 اللي عايز يسال في اي حاجه اللي عنده اي اسئله كم واحد فهم النهارده؟ حدش؟ اوكي كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله المره الجايه هنبقى في رمضان باذن الله الوقت هيبقى أصغر معلش فإن شاء الله آه نقدر نكمل كويس بإذن الله لو حد عنده أي أسئلة الامتحان هيكون في أول الليكتشر الامتحان الساعة واحدة لو سمحتوا مفيش إعادة للكويس بليز محدش ما يحضرش مش هقدر أعيد الكويس تاني عمر عندك سؤال في أي حد عنده أي أسئلة كل سنة طيبين السلام عليكم